بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنتكلم عن شابتر 9، آخر شابتر معانا في جزء الإلكتروماجنتيك. الشابتر ده العنوان بتاعه Time Varying Fields and Maxwell Equations، تمام؟ بيتكلم عن المجالات المتغيرة مع الزمن وقوانين ماكسويل. إحنا طبعا الكلام اللي إحنا كنا بنتكلم فيه قبل كده، قبل شابتر 9 يعني، كنا بنتكلم عن المجالات اللي هي قيمتها ثابتة مع الزمن، سواء مجال كهربي الجزء الأولاني بتاع الاستاتيك، أو حتى في شابتر 7 وشابتر 8 اللي هو المجال المغناطيسي أو الماجنتيك فيلد. النهارده هنتكلم عن المجالات المتغيرة مع الزمن، سواء مجال كهربي أو مجال مغناطيسي. لو أنتوا فاكرين في الشابتر بتاع شابتر رقم 7 بتاع الاستيدي ماجنتيك فيلد، لو أنتوا فاكرين العنوان بتاعه كان اسمه ستيدي ماجنتيك فيلد، كان بيقول لك إن إحنا نحصل على مجال مغناطيسي ثابت مع الزمن بثلاث طرق. كانت الطريقة الأولانية إن أنا يكون عندي ماجنت، عندي مغناطيس، مغناطيس هيعمل لي مجال مغناطيسي قيمته ثابتة مع الزمن، أو إن أنا أجيب دي سي كارنت، تيار مستمر هيعمل لي مجال مغناطيسي ثابت مع الزمن. ودي الطريقة اللي إحنا كنا شغالين بيها في القوانين بتاعة بايوت سافارت والقانون بتاع أمبير لو. والطريقة الثالثة إن أنا يكون عندي عشان أحصل على مجال مغناطيسي ثابت مع الزمن كنت بجيب مجال كهربي متغير مع الزمن. يبقى أنا لو عندي مجال كهربي بيتغير مع الزمن هيديني مجال مغناطيسي ثابت مع الزمن أو قيمته ثابتة مع الزمن، والعكس صحيح. إحنا كلامنا النهاردة إن شاء الله عن المجالات المتغيرة مع الزمن. طيب، أول حاجة في عندنا قانون اللي هو القانون بتاع فاراداي، ده بيحقق لي النظرية اللي إحنا بنتكلم عليها. فبيقول لي القانون بتاع فاراداي إيه؟ إيه النص بتاع قانون فاراداي أو الصيغة الرياضية بتاعته؟ إن الـ EMF بتاعتك، الـ induced EMF بتاعتك او الاي ام اف بشكل عام للالكتروموتيف فورس بتساوي سالب الان دي فاي باي دي تي. يعني الاي ام اف لو احنا عارفين اللي هي بتعبر عن المجال الكهربي، ليه بتعبر عن المجال الكهربي؟ لان ده فولت، فبالتالي احنا عارفين ان الاي اليونت بتاعتها فولت لكل متر، وبالتالي طالما في جهد او في في يبقى في مجال كهربي. طيب المجال الكهربي ده فاراداي حصل عليه ازاي؟ حصل عليه نتيجة تغيير المجال المغناطيسي. الفاي ده يا شباب اللي هو ايه؟ احنا عندنا البي لو انتوا فاكرين اللي هي كثافة الفيض المغناطيسي بتساوي الفاي على الاريا، وبالتالي لو انا عندي فاي هيكون عندي مجال مغناطيسي. يبقى انا دلوقتي لو عندي مجال مغناطيسي بيتغير مع الزمن هحصل منه على مجال كهربي ثابت، مجال كهربي ثابت مع الزمن، تمام يا شباب؟ طيب دلوقتي القانون بتاعنا ده اللي هو القانون بتاع فاراداي، في هنا ان ده اللي هو عدد اللفات وهنتكلم عنها دلوقتي، وفي اشاره سالب. الاشاره السالب دي اللي احنا خدناها قبل كده في الثانويه العامه اللي هي بقانون لينز. ايه قانون لينز ده وبيتكلم على ايه يا شباب؟ لو انا عندي هنا قلب حديدي بالشكل ده اللي هو زي الترانسفورمر كده او الماجنتيك سيركت، تمام؟ القلب الحديدي ده انا عندي هنا ملفات اللي هي ملفات الابتدائي، وهنا في ملفات الثانوي، تمام يا شباب؟ انا دلوقتي هنا حسب عدد اللفات ده، ده رقم الان بتاعي اللي هو هيقول لك قيمه الانديوز دي ام اف اللي هتتكون الناحيه الثانيه قيمتها ازاي او قيمتها كام. فبالتالي لو انا عندي هنا سورس كهربي ده كده مصدر كهربي، ممكن يكون بطاريه، تمام، او يكون مصدر تاني. طيب تعال نشوف دلوقتي لو الراجل ده مصدر مستمر، يعني مصدر تيار مستمر او بطاريه بيطلع تيار مستمر، فبالتالي لو جيت رسمت قيمة التيار الكهربي أو الجهد الكهربي بتاعها، لو أنا جيت رسمت قيمة الـ V بتاعت البطارية دي مع الزمن هلاقي إن هي ثابتة، تمام؟ طيب لما أجي أرسم قيمة التيار اللي خارج منها هلاقي إن هو مش هيختلف كتير عن الكيرف ده، يبقى هو كمان خط مستقيم، يعني قيمته ثابتة مع الزمن. طيب وبالتالي طالما في تيار كهربي زي ما إحنا قلنا قبل كده هيكون في مجال مغناطيسي. طالما في تيار هيمر هنا في الملف ده هيبدا يمر فلكس، الفلكس ده يا شباب هيبدا يمشي في القلب الحديدي ده، تمام؟ لما اجي ارسم قيمه الفلكس ده او شده الفلكس ده مع الزمن هلاقي ان هو كمان بنفس الشكل ده، يعني ايه؟ يعني هو كمان ثابت مع الزمن بالشكل ده كده، تمام؟ طيب الراجل اللي هو الاصفر ده اللي هو الفلكس بتاعنا المفروض ان هو هيجي يقطع الملفات دي. لما اجي احسب الدي فاي معدل تغير الفلكس ده بالنسبه للزمن، هل الفلكس ده قيمته بتتغير بالنسبه للزمن ولا ثابته؟ احنا لسه قايلين لو جيت رسمت الفاي مع التايم هلاقي ان هو خط مستقيم، وبالتالي الفاي معدل تغير الفلكس ده بالنسبه للزمن هلاقي ان هو بيساوي ايه؟ بيساوي صفر.
يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني لو جيت حطيت هنا لمبة، ايه اللي هيحصل للمبة دي؟ المفروض ان هيبقى فيه هنا معدل تغير فلكس بالنسبة للزمن اللي هو الاي ام اف، سوري، هيبقى فيه هنا المفروض يتكون انديوز دي ام اف. الانديوز دي ام اف دي بتساوي معدل تغير الفلكس بالنسبة للزمن، بس معدل تغير الفلكس ده بالنسبة للزمن بكام؟ بزيرو. وبالتالي اللمبة دي لو حصل ايه، عمرها ما هتنور. ليه؟ الكلام ده كله حصل نتيجة ان مصدر التيار الكهربي اللي احنا حاطينه هنا تيار مستمر وليس تيار متردد او تيار متغير. تمام يا شباب؟ عشان كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الترانسفورمر او المحول ما بيشتغلش بتيار مستمر اطلاقا، لازم يكون السورس الكهربي بتاعنا تيار تيار متردد. وبالتالي يا شباب لو احنا جبنا هنا تيار متردد، جيت رسمت قيمة الفولت بتاع السورس بتاعنا، يعني لو السورس بتاعنا ده تيار متردد اي سي وليس دي سي، تمام، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان شكل الويف فورم بتاعت الاي سي عامله زي شكل الساين ويف كده، وبالتالي الراجل ده قيمته عماله تتغير مع الزمن. الشكل ده هيكون هو شكل الفولت، وشكل التيار برضو واخد نفس الشكل، بس الامبليتيود او الارتفاع ده هيبقى اقل شويه، وكمان شكل الفلكس بتاعنا هيبقى واخد نفس الشكل، يعني كلهم هيبقوا عاملين نفس شكل الايه، نفس رسمه الساين ويف دي. وبالتالي الفلكس بتاعنا اللي هيمر ده، لما اجي احسب معدل الدي فاي باي دي تي، هلاقي ان هو ماله، هلاقي ان هو لا يساوي صفر. في الحاله دي ايه اللي هيحصل للمبه؟ اللمبه بتاعتنا هتنور. الكلام ده حصل ازاي؟ حصل لما كان المصدر الكهربي اللي احنا مركبينه هنا مصدر متردد وليس مصدر تيار ثابت. وبالتالي لما كان التيار ده متردد، بقى في معدل تغير الفلكس بالنسبه للتايم او دي فاي باي دي تي بقى لا يساوي صفر، يعني ليه قيمه. في الحاله دي قيمة الـ EMF اللي هتتولد هنا، فرق الجهد أو الـ Induced Voltage اللي هيتكون هنا هيكون ليه قيمة، وبالتالي هيكون في فرق جهد ما بين اللمبة، ما بين الطرفين بتوع اللمبة، فاللمبة هتنور. طيب ده المعنى بتاع الـ dΦ by dt، والـ N عرفنا معناها. الإشارة السالب برضو إحنا لسه ما عرفناش معناها إيه. الإشارة السالب اللي هي بتاعت قاعدة لينز، بيقول لي إيه قاعدة لينز ده؟ بيقول لك إن إحنا عندنا الفلكس السورس الكهربي بتاعنا اللي موجود هنا هيعمل لنا الفلكس الأصفر ده. تمام كده؟ الفلكس الاصفر ده جه نتيجه ايه؟ جه نتيجه التيار اللي جاي من المصدر. طيب لما احنا جينا قفلنا الدائره الكهربيه من الناحيه دي، وطبعا الفلكس ده عمل لنا فرق جهد ما بين الطرفين دولت، فايه اللي هيحصل لما اجي اقفل الدائره الكهربيه هنا؟ هيبدا يمر تيار. هلاقي ان التيار الجديد ده، وليكن هنسميه الاي داش او الاي 2، هو كمان هيعمل لنا فلكس، الفلكس ده هيكون عكس اتجاه الفلكس المسبب ليه. تمام كده يا شباب؟ علشان نفسر الظاهرة دي جينا فسرناها بالإشارة السالب، إن التيار اللي هينشأ اللي هو الانديوزد كارنت ده هيعمل لنا انديوزد فلكس يحاول يلاشي تأثير الفلكس اللي سببه. تمام يا شباب؟ يبقى الاي 2 هيعمل مجال مغناطيسي، هيحاول إن هو يلاشي المجال المغناطيسي اللي سببه أصلا، اللي هو جاي من مين؟ اللي هو جاي من السورس الكهربي الأساسي بتاعه. ده يا شباب اللي احنا فسرناه، أو اللي جه اللي فسره لنا الراجل اللي اسمه لينز بالقانون بتاعه. وجينا عشان نحقق النظرية دي رحنا عملناها بإشارة سالب في القانون بتاع فاراداي. طيب من القانون ده لو انتوا فاكرين، خرجنا بقانون تاني كنا بناخده في الثانوية العامة اللي هو البلف. ايه القانون ده جه منين؟ احنا عارفين ان الـ EMF بتساوي انتجريشن الـ E دوت الـ DL، ده اللي احنا كنا بناخده في الجزء بتاع الاستاتيك او الكهربية. النهاردة قلنا ان هو بيساوي سالب الـ N في الـ dΦ by dt. لو احنا افترضنا ان عدد اللفات بتاعتنا دي لفة واحدة، فالـ N هنا هتبقى بواحد، هنشيلها، هيتبقى ان الاي ام اف بتساوي سالب الدي فاي باي دي تي. هناخد الدي باي دي تي بره هنا اهي بالاشاره السالب، ونيجي نقول ان الفاي ده احنا لسه قايلين عليه من شويه ان هو عباره عن البي في الدي اريا، وهكامل الكلام ده بالنسبه للاريا. تمام؟ طيب او ممكن اقول البي في الاريا مباشره، مش هتفرق كتير يعني. طيب بس خلينا ناخدها هنا اللي هي ايه، انتجريشن البي دوت الدي اريا. البي معانا اهي، طلعت اهي الاريا بتاعتنا، الاريا اللي هي بتاعت الشكل اللي هنا، لو الملف بتاعنا ده عباره عن شكل مربع كده او شكل مستطيل، فبالتالي الملف ده ليه طول، تمام كده، وليه عرض، ليه لينس وليه ويدث. وبالتالي لو انا جيت اخدت ال L على جنب، هيتبقى هنا الدي، ده هيتبقى هنا الدبليو، الدبليو وفي بره هنا دي باي دي تي، يبقى ممكن اقول ان هي دي دبليو باي دي تي اللي هو التغير العرض بالنسبه للتايم، تغير ازاحه بالنسبه للزمن، ده احنا كنا بنعبر عنه بايه؟ بنعبر عنه بالسرعه اللي هي الفيلوستي. لما اجي اعبر عن تغير ازاحه بالنسبه للزمن، ده بيساوي سرعه. وبالتالي بقى شكل القانون بتاعنا اللي هو الاي ام اف اللي بيساوي سالب دي فاي باي دي تي، ممكن اكتبه بشكل تاني اللي هو سالب بي في ال في الفي اللي هو بيلف. ولو انتم فاكرين شكل
اللوب بتاعتنا دي لو هي متعرضة لمجال مغناطيسي بالشكل ده، احنا كنا خدناها فكرة عمل الدينامو في الثانوية العامة. ادي المجال المغناطيسي جاي كده حسب شكل اللوب دي بالنسبة لخطوط المجال دي، لو في زاوية ما بينهم بالشكل ده، الزاوية دي وليكن اسمها الزاوية سيتا، هلاقي ان في هنا زاوية اللي هي ساين الزاوية سيتا، هتكون هي كمان فاكتور في الايه، في حساب الانديوز دي ام اف. مش قصتنا دلوقتي، بس خليك فاكر ان القانون بتاع البلم في ساين سيتا في الاساس جه من القانون بتاع فاراداي لوب. طيب دلوقتي في الجزء الاولاني زي ما احنا اتكلمنا اللي هو بتاع التايم فارينج فيلدز، كنا بنتكلم على ان لو انا عندي مجال بيتغير مع الزمن ممكن احصل منه على مجال مختلف عنه تماما، وده اللي احنا اثبتناه هنا. لما كان عندي مجال مغناطيسي بيتغير مع الزمن قدرنا نحصل على مجال كهربي ثابت مع الزمن. القصة دي جه عالم اسمه ماكسويل فسر كل اللي احنا كنا عمالين ناخده في المنهج في القوانين بتاعت جاوس والقوانين اللي احنا خدناها في الاول، الكيرل والحاجات دي كلها، جه راح هو عملها في صيغة تانية اللي هي القوانين بتاعت ماكسويل، وقال لك ربط ما بين المجال الكهربي والمجال المغناطيسي اللي احنا كنا عمالين نتكلم عنه على مدار الترم بتاعنا. فجينا اول معادلة خالص من قوانين ماكسويل، طبعا قوانين ماكسويل ليها صيغتين، في حاجة اسمها البوينت فورم اللي هو الشكل اللي قدامنا ده، وفي حاجة اسمها الانتجرال فورم اللي هي فيها تكاملات. هنتكلم عن الاثنين دلوقتي. بالنسبة للصيغة الأولانية أو الشكل الأولاني اللي هي البوينت فورم، في عندنا هنا أول قانون خالص لو أنتوا فاكرين إحنا اتكلمنا عنه، كان القانون بتاع جاوس إن الجريد دوت دي بتساوي الرو في. تمام كده يا شباب؟ الدايفرجنس بتاع الدي بيساوي الرو في. طيب جه برضو قال لك لو إحنا خدنا الدايفرجنس بتاع المجال المغناطيسي، قال لك إن هو بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. تمام. عشان نفهم الموضوع ده بشكل مبسط شويه، طبعا هو الكلام اللي احنا نقوله يعني في حاجات فيزيكال معقده شويه، بس احنا هنشرحه بشكل بسيط. اللي هو ايه دلوقتي؟ لو انا جيت حسبت الجريد دوت الدي، انا عندي المجال الكهربي زي ما احنا قلنا بيكون جاي من شحنه موجبه او من شحنه سالبه، وبالتالي لو انا عندي شحنه موجبه فبالتالي هيكون معدل تباعد المجال الكهربي عن مصدر المجال بتاعه اللي هو مصدر الشحنه بتاعتي، يعني انا الشحنه بتاعتي هتعمل لي مجال كهربي طالع بالشكل ده. لو جيت احسب معدل تباعد المجال بالنسبه لنقطه مركزه، هلاقي ان معدل التباعد فعلا المجال بيبعد عن النقطه دي، وبالتالي معدل التباعد اللي هو الرو في بتاعنا هيبقى اشاره موجبه. طب لو هي اشاره سالبه، لو شحنه سالبه، هيكون المجال داخل وليس خارج، وبالتالي هيكون معدل التباعد بسالب الرو في. يبقى معدل التباعد بتاعنا سواء موجب رو في او سالب رو في، نتيجة إن الشحنة دي سواء موجبة هيبقى الرو في بالموجب، ولو سالبة هيبقى الرو في بالسالب. طيب الجزء اللي بعد كده اللي هو الجريد دوت بي، لو احنا بنحسب معدل تباعد المجال المغناطيسي، فالمجال المغناطيسي هو بيبقى جاي من فين يا شباب؟ لو انا افترضت ان المجال ده جاي من ماجنت، ادي قطب شمالي وقطب جنوبي، فالمجال خارج من القطب الشمالي رايح للقطب الجنوبي بالشكل ده كده. القطب الشمالي والقطب الجنوبي الاثنين يعتبروا حاجة واحدة، يعني الاثنين مرتبطين ببعض، ادي هنا شمالي وادي هنا جنوبي، فالاثنين كانهم نقطه واحده. فالمجال لما يخرج من القطب الشمالي ويرجع للقطب الجنوبي هو كانه ما بعدش عن المصدر بتاعه او ما بعدش عن المكان اللي سببه اساسا، وبالتالي معدل التباعد ده احنا قلنا عليه ان هو بيساوي صفر. تمام يا شباب؟ يبقى دلوقتي معدل التباعد بالنسبه للمجال الكهربي بيساوي رو في سواء موجب او سالب، ومعدل التباعد بالنسبه للمجال المغناطيسي بيساوي زيرو، لان هو مفيش دايفرجنس او مفيش تباعد للمجال المغناطيسي من مصدره. طيب الجزء الثاني اللي هو الجريد كروس الاي بيساوي سالب بارشال بي باي بارشال تي، دي تحقيق للكلام اللي احنا قلناه من شويه اللي هو القانون بتاع فاراداي، ان انا ممكن احصل على مجال كهربي عن طريق ان انا يكون عندي مجال مغناطيسي متغير مع الزمن. فدي صيغه اخرى من قوانين او من قانون فاراداي. يبقى الجريد كروس الاي اللي هو الكيرل بتاع الاي بيساوي سالب بارشال بي باي بارشال تي. اخر حاجه خالص في البوينت فورم بتاعت ماكسويل ايكويشنز اللي هي الجريد كروس الاتش بتساوي الجي. الترم ده كده احنا كنا خدناه في شابتر 7 اللي احنا قلنا عليه نظريه ستوكس، زاد عليه الترم الجديد اللي هو البارشال دي باي بارشال تي، لان احنا هنا بنتكلم على مجال ثابت مع الزمن. فانا دلوقتي قال لك ان الجريد كروس الاتش بتاعتك بتساوي الجي زائد بارشال دي باي بارشال تي. لو انا عندي مجال كهربي بيتغير مع الزمن هقدر احصل منه على مجال مغناطيسي ثابت مع الزمن، ده اللي احنا قلناه في شابتر 7 لو انتوا فاكرين في البدايه خالص. لو عندي مجال كهربي بيتغير مع الزمن
هيديني مجال مغناطيسي ثابت مع الزمن، وهنا العكس، لو عندي مجال مغناطيسي ثابت مع الزمن هيديني مجال كهربي ثابت، لو عندي مجال مغناطيسي بيتغير مع الزمن هيديني مجال كهربي ثابت مع الزمن. الأربع قوانين دول يا شباب دي قوانين ماكسويل في صيغة البوينت فورم. نفس القوانين دي بس في صيغة الانتجرال فورم هيبقى شكلها عامل ازاي؟ ده القانون اللي احنا خدناه اللي هو بتاع جاوس، ان الانتجريشن الجريد انتجريشن الدي دوت الدي اس بيساوي تريبل انتجرال، ده الدبل انتجرال وده التريبل انتجرال، بيساوي الرو بيساوي تريبل انتجرال للرو في في الدي في. يبقى هنا ده تكامل ثنائي لو انتوا فاكرين، اللي هي اللي احنا قلنا عليها نظرية الدايفرجنس، ان تكامل ثنائي بيساوي تكامل ثلاثي. الصيغة الثانية او القانون الثاني من قوانين ماكسويل في الانتجرال فورم، ان انتجريشن البي دوت الدي اس بيساوي زيرو. يبقى احنا عارفين ان الجريد دوت او الدايفرجنس هو عبارة عن تكامل ثنائي سواء هنا او هنا. طيب الجريد كروس الاتش، الجريد كروس الاتش يا شباب هو عبارة عن التكامل بس تكامل خطي وليس تكامل ثنائي. يعني احنا هنا فوق الدايفرجنس انت بتكامل بالنسبة لمساحة، هنا انت بتكامل بالنسبة للاين او تغير خطي. فالجريد كروس الاي قال لك خلاص هي عباره عن لينير انتجرال للاي دوت الدي ال بتساوي سالب دبل انتجرال للبارشال بي باي بارشال تي بالنسبه للدي اس. يبقى ده عباره عن سالب انتجريشن بارشال بي باي بارشال تي بالنسبه للدي اس او تكامل اريا. ونفس الكلام هنا الجريد كروس الاتش اللي هو انتجريشن او لاين انتجرال للاتش دوت الدي ال بيساوي الترم ده اللي هو بيساوي الاي عندنا زائد بارشال دي باي بارشال تي. لو انتوا فاكرين الصيغه دي اللي احنا كنا بنتكلم عنها اللي هي القانون بتاع امبير، امبير لو. تمام يا شباب؟ طيب وطبعا الجريد دوت بارشال دي باي بارشال تي هو هو نفس الترم اللي عندنا هنا بارشال دي باي بارشال تي وتكامل بالنسبه لاريا. احنا خدنا قبل كده ان الدي بيساوي الابسلون نوت في الابسلون ار في الاي، والبي بيساوي الميو نوت في الميو ار في الاتش. طب بالنسبه للهيصه اللي قدامنا دي كلها، ايه اللي احنا هنستخدمه او هنحتاجه في المنهج بتاعنا او اللي احنا هنحتاجه في حل الاسئله؟ يكفي ان انت تكون عارف الصيغه اللي قدامك دي اللي هو القوانين الاربع قوانين اللي فوق. لو انت عارف الاربع قوانين اللي فوق ده كده كافي جدا ان انت تحل في الامتحان ان شاء الله. بالنسبة للأربعة اللي تحت مش محتاج أو مش هنحتاجهم يعني. طيب قبل ما نخش في الأسئلة، في عندنا حاجة اسمها الـ current densities أو أنواع مختلفة من التيار الكهربي. إحنا عندنا يا شباب في التيار الكهربي اللي إحنا عارفينه اللي هو معدل تغير الشحنات بالنسبة للزمن، ده اللي إحنا بنسميه الـ conduction current أو التيار بتاع الموصل، ده التيار الكهربي اللي بيمر فيه موصل. تمام؟ التيار ده بنحسبه ازاي؟ بنحسبه السيجما في الاي، السيجما اللي احنا بنقول عليها الكوندكتيفيتي واليونت بتاعتها سيمنز لكل متر، اللي هي عكسها الريزستيفيتي اللي هي المقاومه النوعيه. تمام يا شباب؟ يبقى الكوندكشن كارنت اللي هو الجي بتاعنا وساعات بيطلق عليه الجي سي، ده بيساوي السيجما في الاي. في عندنا نوعين تاني من التيار، واحد اسمه الديسبليسمنت كارنت اللي هو بيطلق عليه الاي دي، او لو احنا بنتكلم عن الديسبليسمنت كارنت دينستي فهيطلق عليه الجي دي. الجي دي اللي هو الترم ده اللي هو البارشال دي باي بارشال تي اللي كان موجود في القانون بتاع ماكسويل من شويه. الترم ده كده ده البارشال دي باي بارشال تي ده بيطلق عليه الجي دي. وبالتالي ممكن اقول ان الجريد كروس الاتش دي، الجريد كروس الاتش، تمام يا شباب، هتساوي ايه؟ هتساوي الجي زائد الجي دي اللي احنا لسه كاتبينها من شويه. يبقى الجريد كروس الاتش ممكن اقول عليه بيساوي الجي زائد بارشال دي باي بارشال تي، والجي طبعا احنا عارفينه اللي هو الاي على الاريا، تمام، زائد الجي دي اللي هي الديسبليسمنت كارنت. طب ايه الديسبليسمنت كارنت ده يا شباب؟ الديسبليسمنت كارنت هو عباره عن معدل تغير المجال الكهربي بالنسبه للتايم. طبعا اقرب تفسير للظاهره دي لو احنا بنتكلم عن المكثف، فالمكثف انت عارف ان هو بيكون عباره عن لوحين اللي هم اللوحين الحمر دولت، متوصلين اللوحين دولت ببطاريه. تمام؟ القطب الموجب بتاع البطاريه عمال يحط لك هنا شحنات موجبه، والقطب السالب عمال يحط الناحيه الثانيه شحنات سالبه. تمام؟ ومع ذلك مفيش تيار كهربي بيمر هنا، لان المفروض ان هنا في ايه؟ في ماده عازله او في داي الكتريك ماتيريال.
ولكن في مجال كهربي في الحته دي، زي ما اتكلمنا في الجزء بتاع المكثف، ففي هنا مجال كهربي اللي هو المتعرضه له الماده المغناطيسيه، الماده اللي هي الدايلكتريك ماتيريال. طيب المجال الكهربي ده بنحسبه ازاي؟ المفروض ان انا بحسبه من هنا، ان في هنا شيت، الشيت ده المفروض ان بيتكون عليه شحنات، فبالتالي الكيو لما اجي اقسمها على الاريا بتاعه الشيت ده هيدينا كثافه الشحنات اللي على الشيت ده، اللي هي الرو اس، اللي هي الشيت اوف تشارج دينستي. الكيو مع الوقت عمال يزيد، وبالتالي ايه اللي بيحصل للرو اس يا شباب؟ الرو اس عمال يزيد، يبقى المجال الكهربي اللي هنا هو كمان مع الوقت عمال ايه؟ عمال يتغير. الكلام ده في البدايه او في لحظه الشحن. وبالتالي بما ان الراجل ده عمال يتغير مع الزمن، يعني لما نيجي نقول بارشال دي بارشال اي باي بارشال تي، واحنا عارفين طبعا ان الدي هو عباره عن ابسلون في الاي، فبالتالي لو خدت الابسلون هنا عامل مشترك او طلعتها بره وقلت احسب معدل تغير الاي بالنسبة للتايم، هيعبر لي عن ايه بقى يا شباب؟ عن معدل تغير المجال اللي هنا. معدل تغير المجال اللي اصلا حصل نتيجة ان الشحنات اللي هنا عمالة تتغير مع الزمن، فبالتالي كأن معدل تغير الشحنات بتاعتك، معدل الشحنات اللي هنا دي عمالة تتغير هي كمان بالنسبة للتايم، ده عبرنا عنه بحاجة اسمها الديسبليسمنت كارنت او الاي دي. طبعا ده تيار تخيلي، احنا بنمثل او بنفسر ظاهره بتحصل، لكن فعليا التيار ده مش موجود، التيار ده حصل نتيجه ان الشحنات دي مع الوقت عماله تزيد. لكن هل في تيار بيمر في الماده العازله بتاعتك؟ اكيد طبعا لا، لان هي اسمها ماده عازله. طيب يبقى الديسبليسمنت كارنت هو تيار احنا بنسميه بالعربي تيار الازاحه، كان احنا عمالين نقول ان معدل الشحنات اللي هنا عمال تعمل ازاحه، او عمال يعمل ازاحه للشحنات اللي موجوده، علشان في الاخر خالص يعبر لنا عن تغيير المجال الكهربي اللي بيحصل هنا. يبقى احنا في عندنا حاجه اسمها الديسبليسمنت كارنت، معدل تغير التيار اللي موجود، او معدل تغير المجال اللي موجود هنا في الماده العازله، او اللي متعرضه له الماده العازله، سواء مجال كهربي او كثافه الفيض الكهربي، الاثنين في الاخر خالص هم بيعبروا لي عن تيار الازاحه ده. في عندنا حاجه اسمها الكوندكشن كارنت، ده اللي احنا قلنا عليه من شويه، اللي هو التيار بتاع الموصل، التيار اللي بيمر في المواد الموصله عادي خالص. واخر حاجه عندنا اللي هو الكونفكشن كارنت، وده تيار بيمر في الفراغ، وطبعا ده برضه تيار تخيل. تمام يا شباب؟ لكن التيار الوحيد اللي محسوس ونقدر ان احنا نقيسه باجهزه الاميتر مثلا هو الكونفكشن كارنت. طيب تعالى نشوف مثال عشان نفهم اللي احنا كنا عمالين ناخده من شويه ده نقدر نطبقه ازاي. دلوقتي احنا عندنا هنا يا شباب في السؤال رقم واحد بيقول لك هنا in figure let ال B بتساوي 2/10 كوساين 120 باي تي تسلا، بيدي لك ال B بتساوي الكلام ده. طيب فين يا عم المجال ده؟ قال لك ان المجال ده متعرض او متسلط على اللوب اللي قدامنا دي. اللوب دي عبارة عن كوندكتور، تمام كده؟ الكوندكتور ده بيربط تو اندز اوف ريزيستور، يعني بيربط لك طرفين بتوع مقاومة. الكوندكتور ده هو بيقول لك عليه ان هو از بيرفكت. يعني ايه از بيرفكت؟ يعني المقاومه بتاعته تقريبا زيرو. فلما يكون المقاومه بتاعتك 250 اوم وواصل ما بين الطرف A لحد الطرف V، لافف كده رايح للطرف V، الطرف من A لحد ال B ده تقريبا مقاومته صفر، وبالتالي المقاومه الكليه بتاعت اللوب دي هي ال 250 اوم بس. ده المقصود بان الكوندكتور اللي رابط الطرفين بتوع المقاومه از بيرفكت. بيرفكت يعني زيرو ريزيستنس. هو بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك it may be assumed that the magnetic field produced by I of T is negligible. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ اللوب بتاعتنا دي هيمر فيها تيار قيمته I. هو بيقول لك ان الاي ده هنفترض ان المجال اللي هينتج عنه، المجال المغناطيسي اللي هينتج عنه مهمل. يعني ايه الكلام ده؟ مش احنا عندنا تيار؟ طالما في تيار هيكون في اتش، وطالما في اتش يبقى في بي، صح؟ هو بيقول لك احنا هنهمل المجال اللي جاي من التيار ده. طيب عايز ايه بقى هنا؟ احسب لنا ال في اي بي، واحسب لنا الاي اوف تي، احسب لنا قيمه فرق الجهد ما بين الطرفين دول، ما بين الاي ما بين الاي والبي، واحسب لنا قيمه التيار اللي هيمر في المقاومه دي. طيب احنا دلوقتي عايزين نحسب ال في اي بي. ال في اي بي ده اللي هو مين؟ اللي هو الاي ام اف. احنا خدنا ايه دلوقتي؟ احنا ما خدناش غير قانون واحد بغض النظر عن قوانين ماكسويل. القانون هو بيقول لك ان الاي ام اف بيساوي سالب، او هو ان الاي ام اف بيساوي سالب الدي فاي باي دي تي، وطبعا هنا في ان، الان ده اللي هو النمبر اوف تيرنز. النمبر اوف تيرنز واضح ان اللوب بتاعتنا هي لفه واحده،
وبالتالي ال n هنا بكام؟ ال n هنا بواحد. طيب ال EMF ده بيساوي سالب ال dphi by dt. احنا محتاجين علشان نحسب ال EMF اللي هو هيكون فرق الجهد ما بين الطرفين بتوع المقاومة اللي هو الطرف AB او DA، مش هيفرق هو دلوقتي، احنا مش هن... يعني مش هيفرق بالنسبة لنا VAB ولا BA، اهم حاجة ان احنا نحسب فرق الجهد ما بين الطرفين بتوع المقاومة. بيساوي ايه الكلام ده؟ بيساوي سالب دي فاي باي دي تي. طيب علشان نحسب الاي ام اف محتاجين نحسب الفاي. طب الفاي نفسه بيساوي ايه؟ احنا عارفين ان الفاي بيساوي البي في الاريا، لان البي بتساوي الفاي على الاريا. البي لو انتوا فاكرين هتساوي الفاي على الاريا. يبقى لو حبيت احسب الفاي لوحدها هضرب البي في الاريا. طبعا الاريا اللي هي الاريا بتاعت اللوب اللي قدامنا، الاريا بتاعت اللوب دي عباره عن دايره، هو بيقول لك ان هي عباره عن لوب، تمام كده. اللوب دي او الرينج دي نص القطر بتاعها هو رسمه لك اللي هو الرو بيساوي 15 سنتي متر. يبقى لو حبيت احسب الاريا بتاعت اللوب دي اللي هي باي في ار تربيع او باي في رو تربيع، الرو اللي هي 15 من 100 لان هي 15 سنتي، وفي هنا سكوير لان احنا باي ار تربيع. طبعا هروح معوض في الكلام ده كله، رحت مطلع قيمة الفاي بتساوي 1.41 في 10 أس سالب 2 كوساين 120 باي تي، اللي هي قيمة مين؟ اللي هي قيمة البي بتاعتك. طبعا واضح إن البي فانكشن في التايم، وبالتالي لما نيجي نفاضلها بالنسبة للزمن هيكون ليها قيمة، يعني الـ EMF هيكون ليها رقم أو قيمة. لما نيجي نحسب بقى الدي فاي باي دي تي، هنفاضل أخينا ده بالنسبة للتايم. فطبعا الواحد بوينت واحد واربعين من مية في عشرة أس سالب اتنين هيفضل زي ما هو أهو. هنيجي نفاضل الكوساين 120 باي بالنسبة للتايم، تفاضل الكوساين ساين، تمام، تفاضل الكوساين سالب ساين، تمام يا شباب. طيب والقانون أصلا فيه هنا إشارة سالب بره، فبالتالي بقت الإشارة هنا إيه؟ بقت الإشارة موجب، تمام يا شباب. تفاضل بقى اللي جوه الكوساين 120 باي هيطلع بره هو كمان، ادي 120 باي في الرقم اللي كان موجود ساين 120 باي تي. يبقى دلوقتي ال في بي اي بتاعتنا او ال في اي بي، مش هتفرق القصه دي، هيساوي ان احنا هنعوض بالقيمه دي كلها في ساين 120 باي تي، تمام يا شباب. هنا ال في اي بي او ال في بي اي، طبعا هي تفرق ال في اي بي من ال في بي اي، ولكن في الاخر خالص الدكتور قال لك احنا هنفترض ان الاثنين حاجه واحده عشان ما نلخبطش الطلبه. فبالتالي سواء طلب الفي اي بي او الفي بي اي هيكون الاثنين هنا بنفس الاشاره، يعني الرقم اللي انت هتطلعه ده هو الفي اي بي او البي اي، مش هتفرق بالنسبه لك، تمام. هو اللي هيفرق الاشاره بس، الاشاره دي هتزولك، فبالتالي الدكتور قال لك مش مهم الاشاره. يبقى هنا الفي اي بي يا شباب او الفي اي بي هو الرقم اللي طالع لنا مباشره اللي هو 120 باي في الرقم ده ساين 120 باي. طبعا ما تنساش اليونت بتاعتك بالفولت. طيب اخر حاجه بقى عايزك تحسب قيمه التيار. احنا خلاص حسبنا فرق الجهد اللي بين الطرفين بتوع المقاومه دول، يبقى لما اجي اقسم قيمه الجهد ده على المقاومه هيدي لك قيمه التيار اللي هيمر فيه. يبقى الاي بتاعنا هو عباره عن قيمه الجهد ده على قيمه المقاومه اللي هي 250 اوم. مجرد ان انت هتقسم الرقم ده على 250 وهينزل بقيه الترم بتاع الساين زي ما هو من غير اي تغيير، تمام. طيب ده كان السؤال رقم واحد. السؤال رقم ثلاثة بدأ يخش في قصة أصعب شوية، اللي هي إيه؟ قال لك إن الـ H بتاعتك بتساوي 300 AZ كوساين 3 في 10 أس 8 T ناقص الـ Y، تمام كده يا شباب؟ خلي بالك إن الـ H في اتجاه الـ AZ. طيب هو بيقول لك هنا find the EMF developed in the general AFI direction about the closed path having corners. مدي لك حالتين، الحالة رقم A والحالة رقم B، يعني السؤال هنا ترمين يا شباب، تمام؟ طيب ايه الكلام ده؟ احنا عندنا هنا ادي المحاور بتاعتنا، ادي محور الاكس، محور الواي، محور الزد. خلي بالك من الحتة دي جدا، في الترم الاولاني هو بيقول لك ان اللوب بتاعتنا اللي متعرضة للمجال المغناطيسي ده هي عبارة عن إن الكورنرز بتاعتها نقطة القصد صفر وصفر وصفر، واحد في الإكس ومرة واحد في الإكس وواحد في الواي ومرة واحد في الواي. يعني لما نيجي نبص للوب هنلاقي إن هي دي اللوب بتاعتنا، طبعًا دي النقطة اللي هي واحد وي واحد وصفر، دي النقطة اللي عند الواي هنا أدي واي صفر وواحد
وصفر، ودي النقطة اللي هي عندها قيمة الإكس واحد وصفرين. تمام يا شباب؟ اللوب بتاعتنا دي المجال المغناطيسي ماشي جواها بالشكل ده، المجال المغناطيسي طالع فوق في اتجاه مين؟ طالع فوق في اتجاه الإيزد. ليه من اتجاه الإيزد؟ لأن هو قال لك هنا إن هي في اتجاه الإيزد. لما نيجي نبص هنا هلاقي إن الإتش بتاعتك في اتجاه الإيزد، وخلي بالك كويس قوي من حتة الإيزد دي. هو بيقول لك إيه هنا؟ بيقول لك احسب لنا أو استنتج لنا find the EMF developed in the general AFI direction. عايز يحسب قيمة الـ EMF اللي هتكون في اتجاه الـ AFI direction. إحنا خدنا قبل كده قاعدة اليد اليمنى يا شباب، لو دول الأربع صوابع بتوعنا تمام بتوع الإيد، هيكون الإبهام بتاعنا طالع فين؟ طالع لفوق. قلنا قبل كده لو ده اتجاه التيار هيكون ده اتجاه المجال، أو العكس لو ده اتجاه المجال هيكون ده اتجاه التيار. في السؤال بتاعنا هنا اتجاه المجال طالع فوق في اتجاه مين؟ في اتجاه الزد. يبقى اتجاه الراجل ده بتاعنا في اتجاه الاي زد، اللي هو اتجاه مين؟ اتجاه المجال. يبقى اتجاه التيار بتاعنا هيكون في اتجاه مين يا شباب؟ الاتجاه بتاع دوران الصوابع. اتجاه دوران الصوابع اللي هو هيكون بيدور عكس عقارب الساعه، يعني اتجاه الدوران في اللوب هيكون بيلف كده عكس عقارب الساعه. اخدنا قبل كده ان الاتجاه اللي بيدور عكس عقارب الساعه هو اتجاه مين يا شباب؟ اتجاه الاي فاي بتاعنا اللي احنا اخدناه قبل كده في السلندريكال كوردينيتس او الاحداثيات الاسطوانيه. يبقى اتجاه دوران الصوابع هو اتجاه الاي فاي. يبقى دلوقتي لما كان اتجاه الاتش بتاعتك في اتجاه الاي زد، هينتج تيار اللي هو الانديوسد كارنت في اتجاه الاي فاي، ولما يكون في انديوسد كارنت في اتجاه الاي فاي هيكون قيمه الاي ام اف بتاعتنا هي كمان في اتجاه الاي فاي. طيب عشان نحسب الكلام ده كله نحسبه ازاي؟ احنا ما خدناش غير قانون واحد، ان الاي ام اف بتاعتك اهو القانون ده، الاي ام اف بتساوي سالب الدي فاي باي دي تي، صح؟ طيب يبقى احنا محتاجين عشان نحسب الاي ام اف محتاجين نحسب الفاي الاول. طب الفاي بيساوي ايه؟ احنا خدنا قبل كده ان الفاي لسه قايلين عليها من شويه، ان الفاي هيساوي البي في الاريا. طيب يبقى احنا دلوقتي علشان نحسب الفاي محتاجين ان احنا نحسب البي. طب البي بتساوي ايه؟ بتساوي الميو نود او الميو في الاتش. هل هنا مدي لك قيمه للميو ار؟ لا. وبالتالي هو كان قايل لك هنا ان احنا شغالين فين؟ شغالين في اتجاه او شغالين في الفري سبيس. في الفري سبيس يعني الميو ار بتاعتنا بصفر بواحد، وبالتالي مفيش قيمه غير قيمه الميو نود. يبقى دلوقتي عشان احسب البي مجرد ان انا هضرب الاتش في الميو نود، يبقى البي بتاعتك هي عباره عن، طبعا هنا ان الفاي في المثال اللي فات قلنا ان الفاي بيساوي البي في الاريا. تمام يا شباب؟ طيب هنا اختلف الوضع شويه. ليه؟ وايه الفرق ما بين المثال ده والمثال اللي فات؟ هنا يا شباب الاتش بتاعتك متغيره. يعني ايه متغيره يا شباب؟ الاتش بنقول عليها ان هي نون يونيفورم، يعني غير منتظمه لو هي بتتغير. بس خلي بالك مش بتتغير وخلاص. يعني ايه مش بتتغير وخلاص؟ يعني بتتغير بس بتتغير في حاجه معينه. هنا الاتش بتتغير بتعتمد على الزمن، بتعتمد على قيمه التي، وبتعتمد على اللوكيشن اللي انت بتحسب عنه. تمام كده؟ طيب في المثال اللي فات برضه هي كمان بتتغير، بس هنا بتعتمد على الزمن. لو احنا وحدنا الزمن يا شباب فبالتالي هلاقي ان قيمه البي ثابته عند زمن معين. تمام؟ انما هنا هلاقي ان قيمه الاتش ثابته في نفس الزمن ده، ولكنها بتتغير لو اللوكيشن ده اتغير. وبالتالي كل ما يكون المكان بتاعها بيتغير، يعني بتعتمد على ان الاكس او الواي او الزد حاجه فيهم بتتغير، يبقى في الحاله دي بنقول عليها نان يونيفورم. لما يكون البي بتاعك نان يونيفورم في الحاله دي ما ينفعش ان انا اقول البي في الاريا مباشره، لازم اعمل دبل انتجرال، اقول ان الفاي بيساوي البي دوت الدي اريا اللي هو الشكل اللي قدامك ده. يبقى هنعمل انتجريشن امتى؟ لو البي بتاعتك نان يونيفورم، او بمعنى اصح فانكشن في الاكس او الواي او الزد. ما عملناش الكلام ده هنا لان البي بتاعتك كانت مالها؟ اعتبرت ان هي يونيفورم، لان التايم بالنسبه لي ما يعتبرش فاكتور بيأثر في حته يونيفورم او نان يونيفورم. يبقى هنا يا شباب البي دوت الدي اس، مجرد عشان احسب البي هضرب الاتش بتاعتك في الميو نود، يبقى ادي ال 300 في ميو نود كوساين 3 في 10 اس 8 تي ناقص الواي، وطبعا ده في اتجاه الاي زد. تمام يا شباب؟ طيب
دلوقتي البي مضروب دوت برودكت في الدي اريا، المفروض ان ده متجه وده متجه. طيب البي هنا في اتجاه مين يا شباب؟ في اتجاه الاي زد. خلي بالكم من الحته دي كويس قوي، البي في اتجاه الاي زد. طيب الراجل ده في اتجاه الاي زد، والمضروب دوت برودكت في الدي اس. الدي اس بتاعتك اللي هي مساحه او متجه المساحه. المتجه بتاع المساحه بتاعتك لو انت جيت ضربت في اي متجه تاني غير الاي زد هيطلع بزيرو. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني الدي اس بتاعتك ممكن تكون، الدي اس بتاعتك ممكن تكون دي اكس دي واي، وفي الحاله دي بيكون المتجه بتاعها الاي زد. طيب لو خدتها الدي اكس دي زد، مين اللي ناقص هنا؟ الواي. يبقى في الحاله دي بتكون في اتجاه الاي واي. طيب لو خدتها الدي واي دي زد، مين المتجه اللي ناقص هنا؟ الاكس. يبقى في الحاله دي الاريا بتاعتك في اتجاه الاي اكس. طيب يبقى الكلام ده لو انا اخدت مساحه بيكون المتجه بتاع المساحه دي هو المتجه اللي ناقص. طيب المساحه بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها اصلا واضح ان هي كلها عند الاكس برقم، والواي هي كمان برقم، انما الزد بكام؟ الزد بصفر. وبالتالي الاكس بتاعتك بتتغير من صفر لواحد، والواي هو كمان بيتغير من صفر لواحد، في حين ان الزد ثابت. يبقى في الحاله دي انا عندي تغير دي اكس ودي واي، يبقى في بالتالي هاخد المساحه اللي هي دي اكس دي واي، وهاخد المتجه بتاع المساحه دي اللي هو متجه مين؟ متجه الاي زد. يبقى دلوقتي يا شباب لو انت حتى مش فاهم المساحه دي جت منين، انت عارف ان البي في اتجاه الاي زد لو اتضربت دوت برودكت في اي حاجه غير الاي زد هتطلع بصفر. وطبعا بما ان هيكون في تيار هيبدا يمر في اللوب بتاعتك فلازم الفاي يكون ليها قيمه، يعني الكلام ده كله ما ينفعش يطلع بصفر، وبالتالي الاي زد لازم يتضرب دوت برودكت في الاي زد. تمام يا شباب؟ طيب طبعا الكلام ده للناس الحفيظه، بس لو انت عايز تفهم جات منين، ولازم تكون فاهم جات منين لان دي تركايه حصلت في احد الامتحانات، لازم تكون فاهم جات ازاي. فهتيجي ازاي يا شباب؟ البي مضروبه دوت برودكت في الدي اس، يبقى المساحه بتاعتك دي احنا بنشوف اللوب موجوده فين. اللوب هنا واضح ان الاكس والواي هم اللي بيتغيروا، يبقى الدي اس بتاعتك هتبقى دي اكس دي واي. ومين المتجه بتاع المساحه يا شباب؟ هو المتجه اللي ناقص اللي هو المتجه العمودي على المساحه. اللوب دي موجوده على الارض، يبقى المتجه العمودي عليها هو متجه الاي زد. طبعا مش هناخد الاي زد سالب ولا الاي زد موجب، هو بناخد متجه وخلاص عمودي على المساحه بتاعتك. في الغالب بناخد الاتجاه الموجب، يعني مش اي متجه وخلاص. يبقى دلوقتي يا شباب الدي اكس دي واي اي زد هيتضرب دوت برودكت في البي بتاعتك اللي هي اساسا في اتجاه الاي زد. يبقى هيبقى الكلام بتاعك هنا 300 ميو نود كوساين 3 في 10 اس 8 تي ناقص الواي في اتجاه الاي زد هيتضرب دوت برودكت في الدي اكس دي واي في اتجاه الاي زد. طبعا الاي زد هيتضرب في الاي زد دوت برودكت فالناتج بواحد. بعد كده هيتبقى لك ان انت تكامل الترم ده بالنسبه للدي اكس وبالنسبه للدي واي. لما اجي اكمل الترم ده كله بالنسبه للاكس هو اصلا ما فيهوش اكس، وبالتالي هيطلع لك هنا قيمه اكس من صفر لواحد، فبالتالي هتعوض بقيمه الواحد، يعني كانها ملهاش لازمه اساسا المعادله دي او الجزء ده ان انت تعوض بيه. هيتبقى لك هنا ان انت تحسب بقى الراجل ده تكامله بالنسبه للواي، فتكامل الكوساين المفروض ان هو سالب ساين. تمام كده يا شباب؟ وفي هنا اصلا اشاره بره بالسالب، فبالتالي التكامل المشتقة اللي جوه اللي هو السالب واحد هنيجي نقسم عليه، فهيطلع لك هنا السالب مع السالب، فالإشارة السالب اللي هي جاية أصلا من تكامل الكوساين هتطير مع الإشارة السالب اللي جاية من مشتقة الواي، فبالتالي بقت الإشارة النهائية موجب. يبقى هنا 300 ميو نود ساين الكلام اللي جوه 3 في 10 أس 8 تي ناقص الواي تكامل من صفر لواحد، أو هنعوض في التكامل ده من صفر لواحد. طبعا هنيجي نحسب هيطلع معايا الفاي بالمعادلة دي. احنا في الاساس بنعمل الكلام ده كله ليه؟ علشان نحسب المعادله اللي في البرواز الاحمر ده، ان الاي ام اف بتساوي سالب الدي فاي باي دي تي. يبقى هاخد المعادله دي فاضلها تاني بالنسبه للتايم. لما اجي فاضل المعادله دي بالنسبه للتايم هيطلع لنا الشكل اللي تحت ده. طبعا هنا في الاخر خالص القيمه بتاعه الاي ام اف هتبقى فانكشن في التايم زي ما احنا شايفين، لان هو ده اللي هو عايزه. هو بيقول لي هنا بقى في المطلوب الاولاني احسب لنا لما يكون اللوب بتاعتنا دي الفاريشن بتاعها او الفاريبلز بتاعتها صفر وصفر، او الكورنرز بتاعتها ثلاث اصفار ومره واحد وصفرين، واحد واحد وصفر وصفر وواحد وصفر. ده كان المطلوب الاولاني. في المطلوب الثاني هيكون الكورنرز بتاعتك صفر وصفر وصفر، 2 باي وصفر وصفر، و2 باي و2 باي وصفر، ومره الاخيره الكورنر الاخير
صفر واتنين باي وصفر. طبعا هنعيد نفس القصة اللي احنا كنا عمالين نتكلم فيها، هتلاقي ان الـ EMF في الحالة دي بتساوي صفر. طبعا نفس الكلام ده هنعيده تاني زي ما احنا قلنا، بس هيكون النقطة متغيرة، فبالتالي ناتج التكامل رياضيا هيوصلك في الآخر ان التكامل بصفر. السؤال ده يا شباب اللي هو السؤال رقم 9-3 الفقرة رقم A، جت في سنة من السنين في امتحان فاينل، ولكن بنفس السؤال بالظبط كانت اللوب بتاعتك هي كمان موجودة على الأرض. الكورنر ده واحد وصفرين، وده واحد واحد صفر، وده صفر واحد صفر، والكورنر الأخير اللي هما التلات اصفار، صفر في الاكس وصفر في الواي وصفر في الزد. وقال لك ايه هنا بقى؟ كان غير حاجه بسيطه جدا، قال لك ان قيمه المتجه بتاعنا ده مش في اتجاه الاي زد، كان في اتجاه الاي واي. يعني اتجاه المجال بتاعك ماشي كده، او كان في اتجاه الاي اكس سيان، يعني الاثنين سواء اي واي او اي اكس في الحالتين هيكون نفس الناتج في الاخر. جه قال لك ايه؟ قال لك احسب لنا قيمه الاي ام اف بتاعتك اللي هيكون في اتجاه الـ A phi، تمام كده، لما يكون اللوب بتاعتك الكورنر بتاعتها هي نفس المطلوب رقم A. طيب في الحالة دي الـ B بتاعتك في اتجاه مين يا شباب؟ في اتجاه الـ Y. طيب والـ DS بتاعتك، الـ DS فين أو اللوب موجودة فين؟ اللوب موجود على الأرض، يعني في عبارة عن تغير DX في DY، فأنت مجبر إن أنت تاخد المساحة اللي هي DX DY في اتجاه الـ AZ. عشان كده بقول الحتة دي مش لازم تحفظها، لازم تكون فاهمها. فالدي اس بتاعتك دي اكس دي واي في اتجاه الاي زد، فبالتالي في البدايه خالص لما تيجي تضرب البي دوت برودكت في الدي اس هي نفس السؤال بالظبط، لما نيجي نضرب البي دوت برودكت في الدي اس فبالتالي الاي واي هيتضرب دوت برودكت في الاي زد. اي واي دوت برودكت في الاي زد بكام يا شباب؟ بزيرو. وفي الحاله دي بقى هيكون قيمه الفاي اصلا بكام؟ هيكون قيمه الفاي بصفر. وبالتالي لما يكون الفاي بصفر، لما تيجي تحسب معدل تغير الفاي بالنسبه للتايم هيطلع هو كمان بكام يا شباب؟ بزيرو. يبقى في الحاله دي قيمه الاي ام اف او حتى قيمه التيار لو اللوب دي ليها مقاومه، وجينا حسبنا قيمه التيار، يعني هنقسم الاي ام اف على قيمه المقاومه بتاعه اللوب، هلاقي ان قيمه التيار هي كمان بتساوي كام؟ بتساوي صفر. السؤال ده كان جه في امتحان 2017 او 2016 على ما اذكر، وكان الحل بتاعه مجرد سطر واحد ان انت تحسب قيمه الاي ام اف، هتلاقي ان هي طبعا قيمه الفاي بصفر، فبالتالي قيمه الاي ام اف بصفر، وبالتالي قيمه التيار بصفر. طبعا كان سؤال خدع، يعني سؤال خادع في الامتحان وناس كتيره جدا وقعت فيه. فالسؤال بيعتمد على ان انت تشوف المجال بتاعك الاتش في انه اتجاه، في اتجاه الاكس ولا في اتجاه الواي ولا في اتجاه الزد. وفي قبل كل حاجه لازم تكون عارف اللوب بتاعتك، اللوب اللي هيكون متعرض للمجال ده، اللوب دي هل هي موجوده في المستوى اكس واي ولا في المستوى واي زد ولا في المستوى اكس زد، ايا كان المستوى اللي هي، يعني موجوده في المستوى بتاع الارض ولا المستوى اكس زد ولا المستوى واي زد. طيب نروح لفكره جديده، سؤال رقم 5 بيقول لك هنا اللوكيشن بتاع السلايدنج بار بتاعنا ده اللي هو البار اللي قدامك ده، البار اللي قدامنا ده اللوكيشن بتاعه تمام كده is given by الx بتساوي 5 تي زائد 2 تي اس 3. يعني الراجل ده يا شباب بيتحرك ناحيه اليمين في اتجاه محور الاكس، اللوكيشن بتاعه مكانه يعني عند انه قيمه للاكس بيتحدد من خلال علاقته بالزمن عند 5 تي زائد 2 تي اس 3. وبالتالي لو انا جيت قلت عايزين نحسب قيمه الاكس ده في بدايه في بدايه الزمن، يعني عند التايم تي بتساوي صفر، عوض هنا التي بصفر والاكس والخمسه واتنين تي اس 3 هي كمان بصفر، وبالتالي هلاقي ان في البدايه خالص كان البار بتاعنا ده واقف عند الاكس بتساوي صفر. طبعا مع الوقت كل ما بيتحرك كل ما قيمه الاكس دي ما بتتغير بناء على الزمن اللي بنحسب عنده. هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لك هنا ان السيبريشن بتاع التو ريلز القضيبين اللي بيتحرك عليهم البار ده المسافه ما بينهم 20 سنتيمتر. يعني الحته دي كده من هنا لحد هنا المسافة دي ب 20 سنتي متر، تمام؟ طيب طبعا الراجل ده واضح ان هو رسمه لك في اتجاه الواي، والارتفاع بتاعنا في اتجاه الزد، واخينا ده اللي هو اتجاه البار بتاعنا في اتجاه مين؟ في اتجاه محور الاكس. بيقول لك هنا ان المجال المغناطيسي اللي متعرضه للبار ده او اللي متعرض له البار ده طالع لفوق كده بالشكل ده كده، قيمة المجال ده بي،
والمجال طبعا بيدا في اتجاه مين يا شباب؟ في اتجاه الايه؟ زد. يبقى هنا دلوقتي الدي بتاعتك بتساوي 8 من 10 اكس سكوير في اتجاه الايه؟ زد بالشكل ده. برضو المجال بيعتمد على قيمة الاكس، يبقى المجال في الحالة دي يا شباب ماله؟ ممكن ان انا اقول عليه نون يونيفورم، لان هو بيعتمد على الازاحة. هو بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لك فايند ذا فولتميتر ريدنج ات الايه عند التي بتساوي 4 من 10 وفي الحاله رقم بي عند الاكس بتساوي 6 من 10. طيب هو اصلا البار ده المفروض ان هو بيتحرك في مجال مغناطيسي، فطالما هو بيتحرك في مجال مغناطيسي يبقى هيتولد على اطرافه انديوز دي ام اف. الانديوز دي ام اف اللي هيتولد على اطرافه انا موصل عليه بالبارلل كده على التوازي، موصل عليه هنا ايه؟ موصل عليه فولتاميتر. فهو بيقول لك احسب لنا قرايه الفولتاميتر دي عند مره التي بتساوي كذا ومره عند الاكس بتساوي كذا. طيب تعال الاول نحسب الانديوز دي ام اف اللي هيتكون هنا. الانديوز دي ام اف ده بيساوي ايه يا شباب؟ احنا عارفين ان الانديوز دي ام اف زي ما قلنا هو قانون واحد بتساوي سالب الدي فاي باي دي تي. طيب يبقى الاي ام اف بتساوي سالب الدي فاي باي دي تي. عشان نحسب الاي ام اف محتاجين ان احنا نحسب الفاي. طب الفاي بتساوي ايه؟ زي ما قلنا الفاي بتساوي البي في الاري. لو البي بتاعك نون يونيفورم زي ما قلنا هنا فانكشن في الاكس، يبقى هو في الحاله دي نون يونيفورم، يبقى لازم اعمل انتجريشن. انتجريشن بالنسبه لمين؟ بالنسبه للمساحه اللي هي المجال ده متعرض ليها، اللي هي عباره عن تغير الواي ده في تغير الاكس ده، اللي هي اللوب دي. تمام يا شباب؟ طيب اللوب بتاعتنا دي يا شباب هتكون الدي اس بتاعتك عباره عن ايه؟ يبقى البي في الحاله دي هيساوي 8 من 10 اكس سكوير في اتجاه الاي اكس، سوري في اتجاه الاي زد، هيتضرب دوت برودكت في مين؟ في اللوب دي. اللوب دي عباره عن تغير في محور الواي وتغير في محور الاكس، يبقى دي اكس دي واي، والمتجه العمودي على المساحه هو المتجه اللي ناقص زي ما احنا قلنا اللي هو اتجاه الاي زد. طبعا الاي زد هيتضرب دوت برودكت في الاي زد، فالاثنين دول هيطيروا بعض. هيبقى لك هنا انتجريشن ال 8 من 10 اكس سكوير اللي هي اصلا البي في الدي دي اكس دي واي. طب حدود التكامل بالنسبه للاكس، الاكس بتاعتك بدات من هنا وماشي ناحيه اليمين في الاتجاه ده، طيب هل الاكس ليها قيمه؟ لا، انت ما تعرفش قيمه الاكس بكام، يبقى التكامل بالنسبه للاكس هيبقى من صفر لحد الاكس. طيب بالنسبه للواي، بالنسبه للواي اللي هو من اول هنا رايح للراجل ده اللي هو العرض ده، طب العرض ده بكام؟ هو قال لك ان الحته دي كلها عرضها 20 سم، يبقى التكامل من صفر لحد ال 20 سم اللي هي من صفر لحد 2 من 10 متر. طيب لما نيجي نكمل الراجل ده طبعا هيطلع معايا بالشكل ده كده، طلع فانكشن في الاكس، واحنا عندنا علاقه بتقول لك ان الاكس بتساوي 5 تي زائد 2 تي اس 3، يبقى هنشيل الاكس اس 3 ونعوض مكانها ب 5 تي زائد 2 تي اس 3 الكل اس اس 3. طبعا لما نيجي نحسب بالشكل ده كده هلاقي ان الفاي بقت فانكشن في الايه؟ بقت فانكشن في التايم. يبقى لما اجي احسب الاي ام اف هيكون الفاي بتاعنا فانكشن في التايم، فلما اجي افاضل الفاي بالنسبه للتايم هيبقى الاي ام اف ليها قيمه. لما اجي افاضل الراجل ده بالنسبه للتايم، طبعا تفاضل اخينا ده بالنسبه للتايم ادي ال 16 من 100 على الثلاثه دي تطلع بره الرقم ثابت، تفاضل الترم ده كله بالنسبه للتي الثلاثه هتنزل ويطلع نفس القوس تاني اس 2 في مشتقه اللي جوه القوس، اللي جوه القوس ده مشتقته 5 تي هيبقى مشتقتها 5، و2 تي اس 3 هيبقى مشتقتها 6 تي سكوير. يبقى الشكل ده كده المعادله دي اللي طالعه معانا دي هي دي المعادله دي بتاعت مين؟ بتاعت الاي ام اف، هو كمان فانكشن في التايم. هو بيقول لك بقى احسب لنا قيمه الاي ام اف ده اللي هي قرايه الفولتاميتر برضو مره عند التي بتساوي 14 4 من 10، فبالتالي عند التي بتساوي 4 من 10 هعوض هنا عند كل تي هشيلها واحط مكانها 4 من 10، رحت مطلع قرايه قرايه الفولتاميتر اللي هي الاي ام اف. والمره الثانيه بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لك عند الاكس بتساوي 6 من 10 متر. طيب لما كانت الاكس يعني الراجل ده اللي هو البار بتاعنا ده لما وصل عند الاكس ب 6 من 10 وصل لها عند زمن قد ايه؟ انا ما اعرفش. طب ما انا معايا معادله بتقول لك ان في علاقه ما بين الاكس اللي هي ال 6 من 10 هنوصل لها امتى؟ هنروح معوضين في المعادله دي 5 تي زائد 2 تي اس 3، طبعا دي معادله من الدرجه الثالثه هتتحل على الاله الحاسبه عادي خالص. هلاقي ان لما اجي احل المعادله دي هيطلع معايا التي ليه ثلاث قيم، طبعا هيطلع منهم اثنين ايماجينري فدول هيترفضوا، تمام، وهيطلع لنا رقم واحد ريال اكيد ما فيش غيره هو الرقم ده اللي احنا هنستخدمه، يبقى هيوصل عند اكس ب 6 من 10 لما كان التايم 0.1193.
طبعا هنيجي نعوض بالتايم ده في المعادله بتاعت الاي ام اف، واحنا مطلعين قيمه الاي ام اف وطلعت معايا بالرقم ده سالب 9,293 من 1000. نروح لمثال ثالث او مثال فكره جديده اللي هو المثال رقم 9-7. بيقول لي في المثال ده في الشكل اللي قدامك ده عندنا القضبان دي، سواء القضيب اللي هو الخط المشرشر الازرق اللي فوق او اللي تحت، المقاومه بتاعتهم 2.2 اوم لكل متر. يعني الراجل ده اللي فوق مقاومته 2.2 اوم تمام لكل متر. طبعا مقاومه اللي فوق ده على حسب طوله، واللي تحت نفس الكلام. هو بيقول لي هنا ان الاثنين مقاومتهم بكام او الاثنين طولهم بكام؟ قال لك ان الاثنين طولهم 16 متر، وبالتالي لو جينا حسبنا المقاومه الكليه بتاعت كل واحد فيهم هتبقى 2.2 في ال 16، واحنا حاسبين مقاومه الخط اللي فوق والخط اللي تحت. هو بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لك عندنا بار، البار ده بيتحرك تو ذا رايت، بيتحرك ناحيه اليمين في سرعه ثابته، قيمه السرعه دي 9 متر على الثانيه. البار ده تمام يا شباب بيتحرك على القضيبين الزر بسرعه 9 متر على الثانية تمام. في مجال مغناطيسي يونيفورم ان ا يونيفورم ماجنتيك فيلد اوف 8 تسلا. يعني المجال بتاعنا اللي هو البي ده بكام؟ ب 8، مجال ثابت مع الزمن. طب المجال ده في اتجاه ايه؟ طبعا انا ممكن اقول ان الاكس، ان الراجل ده في اتجاه الاكس، الراجل ده كده هيبقى في اتجاه الواي، يبقى العمودي عليهم اللي هو اتجاه المجال بتاعنا هيكون في اتجاه مين يا شباب؟ اتجاه الزد. يبقى المجال بتاعنا ممكن اقول عليه ان هو في اتجاه الازد. طيب هو بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لك احسب لنا التيار اللي هيمر في الايه؟ في البار ده. طيب التيار بتاعنا ده عايزين نحسب قيمته. هو بيقول لك هنا ان التايم بتاعنا اللي احنا بنحسب عنده التي من 0 لحد 1 سكند، وبيقول لك هنا ان البار بتاعنا ده اللي هو الاخ ده كان عند الاكس بتساوي 2 متر، عند التي بتساوي 0. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ المفروض ان ده بدايه الاكس بتاعتك اللي هي بصفر، وماشي كده الاكس معانا لحد 16 متر اللي هو نهايه البار. هو بيقول لي ان عند التي بتساوي 0، يعني في البدايه خالص كانت قيمه الاكس بتاعتك بتساوي كام؟ بتساوي 2 متر. يعني القضيب ده او البار ده لما جه بدا ما بداش من هنا، لا بدا من فين؟ كان واقف هنا كده. الحته دي اللي هي بكام؟ اللي هي هيكون عندها قيمه الاكس بتساوي 2، ده اللي هو قايله لي في الخط الاحمر ده او في الجزء الاحمر تمام. وبيقول لي ايه بقى في المطلوب رقم ايه هنا؟ ان في عندنا 3 اوم ريزيستور از بريزنت اكروس ذا ليفت اند ويز ذا رايت اند اوبن سيركت. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ تعال كده واحده واحده نقول هو عايز يحسب ايه. هو بيقول لك هنا البار بتاعنا ده هيمر فيه تيار، التيار ده هيمر نتيجه ان هو متعرض لمجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي ده قيمته ثابته اللي هو 8 تسلا. طيب هو بيقول لك احسب لنا قيمه التيار ده لما هنعمل ايه بقى؟ لما يكون في عندنا 3 اوم موجوده عند الليفت اند. يعني احنا جينا هنا طبعا اللوب بتاعتنا الخط الازرق اللي فوق والخط الازرق اللي تحت هو عباره عن مقاومات. لما يمر هنا تيار كهربي، طبعا احنا عندنا اللوب ده بيتحرك او البار ده بيتحرك في مجال مغناطيسي، فبالتالي هيتولد على اطرافه انديوز دي ام اف. لو اللوب دي او البار ده متوصل في دايره مقفوله فهيبدا يمر فيه تيار. طب هل الدايره من هنا مقفوله او الدايره من هنا مقفوله؟ لا، الدايره مفتوحه من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وبالتالي مفيش تيار كهربي هيمر في الايه؟ في البار ده. طيب جه هو قال لك ايه بقى في المطلوب رقم ايه؟ قال لك ان احنا جبنا مقاومه 3 اوم تمام؟ قفلناها او قفلنا بيها الليفت سايد او الليفت اند. يعني جينا هنا من الليفت اند ده واحنا موصلين مقاومه كده، المقاومه دي قيمتها كام؟ 3 اوم تمام. طيب فبالتالي بقى اللوب الشمال ده مقفول واللوب اليمين ده مفتوح، وبالتالي التيار اللي هيمر في الموصل ده هيمر كده، هيمر في اللوب دي صح. هو بيقول لك احسب لنا قيمه التيار ده. طب التيار ده هيساوي ايه؟ التيار ده هيساوي قيمة الـ EMF اللي هتتولد هنا على قيمة المقاومة دي زائد المقاومة دي زائد المقاومة دي زائد مقاومة البار لو هو مديني مقاومة ليه. طيب يبقى احنا دلوقتي علشان نحسب التيار محتاجين نحسب الـ Induced EMF اللي هيتولد على أطرافه. طيب الـ Induced EMF اللي هيتولد على أطراف الراجل ده بيساوي ايه؟ بيساوي سالب الـ d phi by dt.
وانه فايل، الفايل هيكون في الليفت، الجزء اللي على الشمال. طيب الفايل اللي هيكون في الجزء اللي على الشمال ده بيساوي ايه؟ بيساوي البي في الاريا بتاعت الجزء اللي على الشمال. طبعا البي بتاعنا هو قال لك ان هو ب 8 من 10. الجزء اللي على الشمال ده يا شباب لو انتوا فاكرين هو قال لك ان البار ده اخينا ده اللي هو البار عند التي بتساوي صفر، يعني في البدايه خالص كان هو بدأ من عند الاكس بتساوي 2، صح؟ طيب يبقى انا دلوقتي عشان احسب الاريا اللي على الشمال دي، الاريا اللي على الشمال دي هي عباره عن الاكس في الواي، الواي بتاعنا اللي هو المسافه بين القضيبين هو قال لك ان هي ب 2 من 10 متر. يبقى لما نيجي نحسب الاكس في الواي، الواي بتاعنا ب 2 من 10 متر. طب الاكس اللي هي المسافه دي، المسافه دي نحسبها ازاي؟ في البدايه خالص كانت الاكس بتساوي 2، لكن هل بعد كده هو ما اتحركش؟ لا، ما هو بيتحرك بسرعه، السرعه دي قال لك ان هو بيتحرك بسرعه كام؟ 9 متر على الثانيه. يبقى هو ماشي ناحيه اليمين بسرعه 9 متر على الثانيه. طيب علشان نحسب مقدار الازاحه اللي هيتحركها، الازاحه بتساوي ايه؟ السرعه في الزمن. يبقى 9 تي هيكون ده مقدار الازاحه اللي هو اتحركها في اتجاه مين؟ في اتجاه الاكس. يبقى المسافه دي كده الجزء اللي على الشمال ده، الجزء اللي تحت هنا ده هيكون عباره عن الاثنين اللي هو بدأ بيهم اللي هم الاثنين دول، زائد الازاحه الجديده اللي اتحركها هنا دي. طب الازاحه الجديده اللي اتحركها هنا دي بتعتمد على الزمن اللي بنحسب عنده، فبالتالي هو مشي بسرعه 9 متر على الثانيه. لو انا عايز احسب عند التي بتساوي صفر يعني في البدايه، فبالتالي هيبقى 9 في صفر بصفر، يبقى الاكس بتاعتك هي الاكس الاثنين اللي في الاول خالص دول، تمام؟ طيب انما لو عايز احسب بعد ثانيه مثلا، يبقى هيبقى 9 في 1، يبقى هو اتحرك 9 متر. يبقى ال 9 متر دولت مع الاثنين اللي في الاول، يبقى هو مشي 11 متر لو احنا بنحسب بعد 1 سكند، 11 متر من ال 16. يبقى دلوقتي عشان احسب الاكس بتاعتك دي او قيمه اللي هو الويتس بتاعنا اللي هو الطول في العرض بتاع المساحه دي، الطول بتاعنا اللي هو الاثنين من عشرة اللي هو المسافة بين القضيبين، وتغير الاكس بتاعك اللي هو الاثنين اللي في الاول خالص زائد التسعة تي. فطلع معايا الفاي هنا رغم ان البي ثابت مع الزمن، لكن الفاي في النهاية طلعت فانكشن في مين؟ فانكشن في التايم. ليه طلعت فانكشن في التايم؟ لان لو هي مش فانكشن في التايم هيكون الاي ام اف بتاعك بصفر، وبالتالي المسألة كلها اتدمرت. يبقى في الحالة دي يا شباب لازم يطلع الفاي فانكشن في مين؟ فانكشن في التايم. طبعا بعد ما حسبنا قيمة الفاي بتاعتي، هلاقي ان الفاي بتساوي 8 من 10 في 2 من 10 في 2 زائد ال 9 تي. لما نيجي ناخد الراجل ده بقى ونفضله بالنسبه للتايم، هيطلع معايا بكام يا شباب؟ 8 من 10 في 2 من 10 في ال 9 اللي هي طلعت معايا في الاخر خالص البي في ال في مين؟ في الفي. ولكن في البدايه ما كانش ينفع ان انا احسب بالطريقه دي، لان الدكتور طبعا هيعتبر ان الطريقه دي غلط، لان احنا في الاساس بنتحاسب على ايه؟ او يعني بتتسأل في الجزء بتاع فاراداي لو، وبالتالي لازم كنت تحقق القانون ده او لازم تطبق القانون ده، تمام يا شباب؟ يبقى هنا الاي ام اف في الجزء اللي على الشمال بتساوي سالب الدي فاي باي دي تي، ادي الاشاره السالب اهي طلعت معايا سالب 1.44 فولت. هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لك احسب لنا قيمه التيار اللي هيمر في البار ده. طب قيمه التيار اللي هيمر في البار ده هتساوي ايه؟ هيساوي قيمه الاي ام اف اللي هو كان هنا في بطاريه، البطاريه دي هنقسمها على المقاومه دي زائد المقاومه اللي هو قفل بيها الدايره اللي هي 3 من 10 اوم، زائد المقاومه بتاعت الجزء اللي تحت ده. طيب الجزء اللي تحت ده مقاومته هي مقاومه الجزء اللي فوق، تمام يا شباب؟ طيب الجزء اللي فوق ده قيمه المقاومه بتاعته بكام؟ قيمه المقاومه بتاعته 2.2 من 10 اوم لكل متر. طيب انا اخدت كام اصلا متر من المسافه دي؟ المسافه اللي انا اخدتها من هنا هي نفس المسافه اللي انا اخدتها لما جيت حسبت الاريا، اللي هي عباره عن 2 زائد الايه؟ 9 دي، صح كده يا شباب؟ يبقى لو انا عايز احسب عند زمن معين، يبقى هي دي الازاحه اللي انا اتحركتها، يبقى طبعا المسافه دي اللي هي 2 زائد ال 9 تي، الجزء ده كده هو ده الجزء بتاع الايه؟ الطول المقاومه دي. طبعا طول المقاومه دي هي نفس المقاومه اللي تحت، يبقى بالتالي المعادله دي هتتضرب في كام؟ هتتضرب في 2. يبقى قيمه المقاومه دي هتطلع معايا بكام؟ 2 في 2.2 من 10 في 2 زائد ال 9 تي. يبقى دي مقاومه الايه؟ الجزء الازرق اللي فوق والجزء الازرق اللي تحت. طبعا الازرق اللي فوق هو الازرق اللي تحت، عشان كده رحت ضارب الواحده فيهم في كام؟ في 2، رحت جامع عليها ال 3 من 10 اللي هي قيمه المقاومه اللي قافله الدايره بتاعتي. طبعا مجموع الكلام ده كله على بعضه هتكون هي دي قيمه المقاومه الكليه، وواضح ان المقاومه هي كمان فانكشن في التايم، فهنحسب قيمه التيار بتاعنا طلع بالشكل اللي قدامك، وطلع هو كمان فانكشن في مين؟ فانكشن في التايم. طيب بخصوص الاشاره سواء سالب او موجب مش هتفرق بالنسبه لنا دلوقتي. طب
ده كده كان الجزء رقم ايه. طب الجزء رقم بي بقى بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك احسب لنا برضو قيمة التيار ده الاي اللي هيمشي في البار لما يكون عندنا 3 من 10 اوم ريزيستور از بريزنت اكروس ايتش اند. يعني مش قفلنا بس من هنا ب 3 من 10 اوم، لا ده احنا هنيجي هنا كمان ونروح قافلين بكام؟ ب 3 من 10 زيهم. يبقى في الحالة دي هيكون في تيار هيمر هنا وفي تيار هيمر هنا. طيب التيار اللي هيمر هنا خلاص احنا حسبناه اللي هو الاي ليفت، ده كده بالنسبة لك الاي اللي هيمشي في الرجل الشمال، تمام يا شباب؟ فاضل ان احنا نحسب مين بقى؟ نحسب التيار اللي هيمر في الجزء اليمين اللي هو الاي رايت. طيب الاي رايت ده هحسبه ازاي؟ لازم احسب الاي ام اف في الجزء الشمال الجزء اليمين، فالاي ام اف هتساوي برضو سالب الدي فاي باي دي تي. يبقى علشان احسب التيار اللي هيمر في الجزء اليمين لازم احسب اصلا الفاي اللي موجود في الجزء اليمين. طيب الفاي اللي موجود في الجزء اليمين بيساوي ايه؟ برضو بيساوي نفس الكلام، المفروض ان هو هيساوي قيمه البي في الاريا بتاعه الجزء اللي على اليمين ده. الجزء اللي على اليمين ده الاريا بتاعته الحته دي، المسافه ما بين القضيبين او التو تو ريلز دولت اللي هي الثلاثه من اللي هي 2 من 10 متر، يبقى المسافه دي 2 من 10 متر. طب المسافه الزرقاء اللي هي من هنا لهنا دي، المسافه دي بقد ايه بقى؟ المسافه دي يا شباب احنا كنا حاسبين المسافه اللي قبلها دي اللي هي كانت 2 زائد 9 تي، صح كده؟ طيب يبقى المسافه اللي فاضله اللي هي دي هتبقى 16 ناقص 2 زائد 9 تي. طبعا 2 16 ناقص الكلام ده يطلع معاك 14 ناقص 9 تي اللي هي الجزء ده، تمام؟ ادي 16 ناقص 2 ناقص 9 تي اللي هي في الاخر خالص طلعت 14 ناقص 9 تي. طبعا الكلام ده لما نيجي نحسبه في الاخر خالص اللي هو الفاي حاجه فاضله بعد كده بالنسبه للتايم، فهيطلع معايا ان الاي ام اف بتساوي ده اللي هو الناتج النهائي 1.44 اللي هي 8 من 10 في 2 من 10. طبعا ده رقم ثابت هيطير في سالب 9 تي هيطلع بسالب 9، والقانون اصلا فيه هنا اشاره سالب، فالسالب مع السالب ايه اللي هيحصل؟ هتبقى موجب. طيب دي كده قيمه الاي ام اف في الجزء اللي على اليمين. طب قيمه المقاومه في الجزء اللي على اليمين نفس الكلام، 3 من 10 اللي قفلنا بيهم من على اليمين، المقاومه اللي فوق اللي هي تبقى 2 و2 من 10 في الطول بتاعها اللي هو 14 ناقص 9 تي، وبما ان في مقاومه فوق زيها في مقاومه تحت فراح ضرب في 2، يبقى 3 من 10 زائد الكلام ده كله هي دي قيمه الار رايت. طبعا الاي رايت هيساوي قيمه قيمه الفولت بتاعنا على قيمه المقاومه اللي احنا لسه حاسبينها اللي هي الكلام ده كله اللي هو طلع معايا ب 61.9 من 10 ناقص 39.6 من 10 تي. طيب لما نيجي نحسب الاي توتال اللي هيمشي في اللوب اللي هنا دي او اللي هيمشي في الراجل ده، الاي توتال بتاعنا ده بيساوي ايه يا شباب؟ المفروض ان الاي ده ماشي كده، صح؟ طيب في الجزء اللي على الشمال في معانا اي ليفت ماشي معاه، ده الاي ليفت، تمام؟ وفي الجزء اللي على اليمين التيار ده ماشي عكسه، يعني في هنا اي رايت. وبالتالي لو جيت حسبت التيار بقى اللي ماشي هنا ده، المفروض ان انا هقول التيار اللي معاه اللي هو هيبقى الاي ليفت ناقص الاي رايت، صح كده؟ طيب لما نيجي نبص دلوقتي هلاقي ان الراجل اللي بيتحرك ناحيه اليمين ده الراجل اخينا ده ماشي كده، صح؟ ماشي ناحيه اليمين، وبالتالي مع الوقت ايه اللي بيحصل؟ هلاقي ان المساحه اللي على الشمال دي هي اللي عماله تزيد، يعني الجزء اللي على الشمال ده يا شباب ايه اللي بيحصل له؟ مع الوقت المساحه دي عماله تكبر، كان الاول واخد 2 متر بعد كده بقى 2 زائد 9 تي، بعد كده المساحه دي في الاخر خالص يعني في النهايه القضيب ده هيوصل يجي يقف هنا. يبقى ايه اللي هيحصل للاي اللي موجود على اليمين؟ المفروض ان الفاي بتاعه مش هيبقى موجود، وبالتالي التيار ده مع الوقت هينتهي هيبقى بزيرو. يبقى في الحاله دي في النهايه هيبقى القانون بتاعنا الاي ليفت ناقص الاي رايت اللي هو التيار اللي ماشي هنا ناقص الاي اللي ماشي لتحت يا شباب، تمام؟ طيب هو ده الكلام اللي احنا كاتبينه بالعربي يعني، تمام؟ في النهاية لو أنت عايز تحسب التيار ممكن تكتفي بالقانون ده إن الأي هيساوي الأي ليفت ناقص الأي رايت. طيب معانا مثال تاني اللي هو المثال رقم 9، يقول لك هنا عندنا سكوير فيليمنتري لوب أوف واير إز 25 سنتيمتر أون سايد. يعني إيه الكلام ده؟ عندنا لوب، اللوب دي على شكل واير، الواير ده طول ضلعه 25 سنتيمتر بالشكل ده كده، أدي اللوب بتاعتنا موجودة طبعا حسب الدايمنشن اللي هو قال لك عليها،
ان هي موجوده، ان اللوب دي موجوده في المستوى الزد بتساوي صفر، والكورنرز بتاعتها مديها لك بالشكل ده. فلما نيجي نسقط الكورنرز دي هيطلع ده شكل اللوب موجوده في المستوى اكس واي. تمام يا شباب؟ بيقول لي هنا ايه بقى؟ بيقول لك ان اللوب دي المقاومه هاز ريزيستنس اوف 125 اوم بير متر لينث، يعني قيمه المقاومه بتاعت اللوب دي 125 اوم لكل متر. طيب هو بيقول لي ايه بقى هنا؟ بيقول لك ان اللوب دي is moving with a velocity في واي بتساوي 50 متر على السكند، يعني اللوب دي بتتحرك ناحيه المحور بتاع الواي بسرعه 50 متر على الثانيه في مجال مغناطيسي بي زد بتساوي 8 كوساين 1.5 مش عارف ايه 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 ميو مايكرو تسلا. يعني مدي لك البي في اتجاه الزد، البي اللوب بتاعتنا دي متعرضه لمجال، المجال ده طالع لفوق كده في اتجاه الزد. تمام؟ و اللوب بتتحرك ناحيه المحور بتاع الواي او في اتجاه الواي بسرعه 50 متر على السكند. بيقول لك هنا استنتج لنا develop a function of time that express the ohmic power being delivered to the loop. احسب لنا او هات لنا، استنتج لنا قانون او صيغه، الصيغه دي function في التايم. تمام؟ بتوصف لنا قيمه الباور اللي هتوصل لللوب دي. طيب احنا عارفين ان الباور اصلا بتساوي ايه يا شباب؟ البي بتاعتنا بتساوي الفي سكوير على الار، او بتساوي اي سكوير طبعا فانكشن في التايم في الار. عشان نستنتج القانون بتاع الباور محتاجين ان احنا نحسب الفولت او نحسب التيار ونضربه بقى، لو احنا بنحسب تيار يبقى اي سكوير في ار، ولو بنحسب باستخدام الفولت يبقى في سكوير على ار. طيب احنا دلوقتي عشان نحسب الكلام ده محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ نحسب الاي ام اف. الاي ام اف بتاعتك بتساوي سالب الدي فاي باي دي تي. طيب علشان نحسب الاي ام اف محتاجين ان احنا نحسب الفاي. طب الفاي بتساوي ايه؟ الفاي بيساوي البي دوت برودكت في الدي اريا ودبل انتجرال زي ما احنا عارفين. طيب ليه عملنا دبل انتجرال؟ لان البي بتاعنا هنا لو انت خدت بالك فانكشن في مين؟ فانكشن في الاكس، وبالتالي لازم ان انا اكامل الراجل ده بالنسبه للمساحه. طيب البي بتاعتك دي، البي بتاعتي دي يا شباب في اتجاه مين؟ في اتجاه الاي زد، واللوب لو انت خدت بالك موجودة على الأرض، يعني دي إكس خلاص بقينا أساتذة بقى في الحتة دي، دي إكس دي واي، والمتجه العمودي عليها مين؟ المتجه العمودي عليها متجه الإيه زد. يبقى لما نيجي نعوض هنا الراجل ده طبعا هنا اللي هو في اتجاه الزد، هو قال لك هنا إن هي بي زد أهي، يبقى الراجل ده إيه زد هيتضرب دوت برودكت في دي إكس دي واي، المفروض إن هنا في إيه زد بتاعت البي دوت برودكت أهو في دي إكس دي واي إيه زد. طبعا الراجل ده هيطير مع الراجل ده، يبقى في الاخر اي اي زد دوت برودكت اي زد بواحد. ونيجي نكمل الراجل ده بقى بالنسبه للاكس. طبعا لما اجي اكمل اخينا ده بالنسبه للاكس وهعوض بحدود التكامل دي جوه، فهيطلع معايا هنا اللي هو الاكس النص، هاجي اعوض بقيمه الاكس اللي هي بربع، فهيطلع معايا 0.125 اللي هي 125 من 1000 اللي هي التقريب بتاعها تقريبا 13 من 100. هنيجي نكمل عادي خالص زي ما انت شايف. طبعا ال 8 في 10 اس سالب 6 دي المفروض ان انا لما اجي اكملها هقسم على المشتقه بتاعت الراجل اللي جوه ده، ومشتقه الراجل ده لما اجي اقسم عليها اللي هو ال 8 على النص هيطلع معايا ب 16، ولما اجي اعوض بقيمه الواي لان المعادله دي ما فيهاش واي، فال 16 دي هتتضرب في قيمه الربع هيطلع لك 4 في 10 اس سالب 6. وطبعا الاشاره السالب دي لان التكامل الكوساين بسالب ساين، فبالتالي التكامل عادي خالص اهو ما فيهوش اي حاجه. هنا هيعوض بقيمه الاكس بربع، وهنا هيعوض بقيمه الاكس بصفر. طبعا لما اعوض بقيمه الاكس بصفر الاكس راحت، وهنا لما اعوض بقيمه الاكس بربع طلع قيمه الاكس، طلع الناتج النهائي اللي هو ال 125 من 1000 اللي هي بكام؟ اللي هي ال 13 من 100. طبعا الاكس دي اتشال، طبعا نفس الكلام هتتشال هنا. هنيجي نعوض عادي خالص بقيمه الاي ام اف بتاعتنا بالشكل ده كده. بعد ما حسب قيمه الاي ام اف طبعا الار التوتال بتاعتنا بتساوي كام؟ محتاجين ان احنا عشان نحسب الباور هنقسم الاي ام اف سكوير على الار، فطبعا لازم احسب الار. المقاومه بتاعت اللوب دي هو قال لك ان الراجل ده الكورنرز دي 25 و25 و25 و25، يبقى هنيجي نحسب الاطوال دي، ال 25 من 100 في 4 في قيمه المقاومه لكل متر اللي هي ال 125 اوم لكل متر، بقت المقاومه الكليه بتاعت اللوب 125 اوم. فطبعا هنيجي نقسم الفي اللي احنا لسه حاسبينها على ال 125، فهيطلع دي الصيغه بتاعت
الباور بتاعتنا فانكشن في التايم. طبعا سؤال سهل ومباشر ما فيهوش اي افتكاس. السؤال رقم 10 ده بيتكلم بقى على الجزء اللي احنا كنا عمالين نتكلم عليه بعد القانون بتاع فاراداي اللي هو الديسبيسمنت كارنت والحاجات دي كلها، تمام؟ يعني كفايه كده الشاشه مظلمه وقت كافي. فهنا يا شباب بيقول لك ايه؟ بيقول لك show that the ratio of the amplitude of the conduction current density and the displacement current density is sigma على الابسلون على الاوميجا في الابسلون، تمام؟ طيب for the applied field E اللي هو بيساوي الاي ام كوساين اوميجا تي، تمام؟ ومدي لك هنا اسيوم ان الميو بتساوي الميو نوت. ايه هو اللي عايزه هنا يا شباب؟ احنا عارفين ان الدي بتساوي الابسلون في الاي اللي هي بتساوي الابسلون نود في الاي ام، تمام؟ الابسلون نود في الاي ام كوساين الاوميجا تي، مجرد ان احنا عوضنا تعويض مباشر عشان نحسب الدي. طيب هو بيقول لك اثبت لنا او وضح لنا ان النسبه ما بين الامبليتيود بتاع الكوندكشن كارنت للامبليتيود بتاع الديسبيسمنت كارنت بيساوي القيمه دي. طيب تعالى نحسب الاول الديسبيسمنت كارنت ونحسب الكوندكشن كارنت وبعد كده نشوف ايه هو الامبليتيود. الديسبيسمنت كارنت احنا خدناه من شويه اللي هو بيساوي البارشال دي باي بارشال تي، يبقى انا هاخد المعادله بتاعت الدي دي هفاضلها بالنسبه للتايم. تفاضل الراجل ده بالنسبه للتايم ادي الابسلون في الاي ام اهي، تفاضل الكوساين اوميجا تي بالنسبه للتايم هيطلع لك سالب الساين اوميجا تي في مشتقه اللي جوه اللي هي السالب الاوميجا في الابسلون في الاي ام. طيب بالنسبه للكوندكشن كارنت، الكوندكشن كارنت بيساوي السيجما في الاي، الاي بتاعتنا اللي هي الاي ام كوساين اوميجا تي، يبقى السيجما في الاي ام كوساين اوميجا تي. ايه بقى الامبليتيود على امبليتيود؟ الامبليتيود هو كل الجزء اللي مكتوب قبل الداله المثلثيه. الداله المثلثيه بتاعتنا هنا ساين اوميجا تي، فاللي موجود قدامها هو السالب اوميجا في الابسلون في الاي ام. ايه الامبليتيود ده يا شباب؟ لما بنيجي نرسم الساين ويف بتاعتنا الامبليتيود هي اعلى قيمه احنا بنوصل لها اللي هو قيمه الماكسيمم بتاعتها او قيمه المينيمم. طبعا الاثنين المفروض نفس القيمه بس الرسمه طالعه شكلها غريب شويه. فالامبليتيود هو الماكسيمم او المينيمم، الارتفاع ده او الانخفاض ده قيمته كام، تمام يا شباب؟ فده كده الامبليتيود بتاع الديسبيسمنت كارنت وده الامبليتيود بتاع الكوندكشن كارنت. هو بيقول لك اثبت لي ان الامبليتيود بتاع الكوندكشن على الامبليتيود بتاع الديسبيسمنت بيساوي الكلام ده. طيب ادي الكوندكشن كارنت الامبليتيود بتاعه اللي هو السيجما في الاي ام، ادي السيجما في الاي ام، وادي الامبليتيود بتاع الديسبيسمنت كارنت اللي هو الاوميجا في الابسلون في الاي ام، اوميجا في الابسلون في الاي ام. طبعا احنا بنحسب امبليتيود ده وامبليتيود ده الاثنين بالايه؟ الماجنيتيود بتاعه، بناخد المودلس للاثنين مفيش اشارات معانا سواء موجبه او سالبه. فبالتالي هيطلع معاك الاي ام هيطير مع الاي ام هيطلع لك سيجما على الاوميجا في الابسلون اللي هي قيمه المعادله اللي هو ايه؟ اللي هو عايزها. طيب ده لما كانت المعادله بتاعتك او كان المجال بتاعك الاي بيساوي اي ام كوساين اوميجا تي. طيب هو بيقول لي عيد لي نفس الكلام بس لما يكون المعادله بتاعت المجال المغناطيسي المجال الكهربي بتاعتنا اي ام في اي اس سالب تي على تاو. تمام كده يا شباب؟ طيب يبقى احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ طبعا هنعيد نفس الكلام، الامبليتيود بتاعنا هو عباره عن اللي موجود قدام المعادله قدام الرسمه الهندسيه او الفانكشن الهندسيه بتاعتنا نفسها. فبالتالي دي بتساوي الابسلون في الاي اللي هي الابسلون في الاي ام في اي اس سالب تي على تاو. طيب الجي دي ده بيساوي ايه؟ بيساوي بارشال دي باي بارشال تي، يبقى هنفاضل المعادله دي بالنسبه للتايم. لما اجي افاضل المعادله دي بالنسبه للتايم ادي الابسلون في الاي ام هيفضل زي ما هو، مشتقة الاي اس سالب تي على تاو هينزل كل اللي موجود جنب الايه؟ جنب التي اللي هو سالب واحد على التاو، ادي السالب اهو وادي واحد على تاو نزلت في المقام معايا بالشكل ده. طيب لما يجي نبص للجي سي اللي هو الكوندكشن كارنت بيساوي سيجما في قيمة الاي اللي هي السيجما في الاي ام اي اس سالب تي على تاو. فبالتالي بقى ده الامبليتيود بتاع الكوندكشن كارنت وده الامبليتيود بتاع الديسبيسمنت كارنت. طبعا هنيجي نقسم الاثنين على بعض هلاقي ان الاي ام من هنا طارت مع الاي ام من هنا هيبقى لك الابسلون على السي على السيجما في التاو، تمام بالشكل ده كده. واضح يا شباب؟ طبعا سؤال مالوش اي لازمه بس بيعرفك ايه الفرق ما بين ما بين الكوندكشن كارنت والديسبيسمنت كارنت. طيب
الجزء الاولاني في شابتر كنا بنتكلم على ان كل المسائل اللي فيه بتتحسب باستخدام قانون واحد اللي هو القانون بتاع فاراداي لو، ان الاي ام اف بتساوي سالب الدي فاي باي دي تي. طيب اللي جاي ده كله بقى هنبدا نتكلم على قوانين ماكسويل، قوانين ماكسويل اللي هم الاربع قوانين اللي هم بتوع البوينت فورم او الانتجرال فورم. غالبا احنا هنستخدم القوانين اللي هي بتاعه البوينت فورم. في السؤال رقم 13 بيقول لي consider the region defined by x, y, z الماجنتيود كلهم أقل من واحد، let epsilon r بخمسة، الميو r بأربعة، والسيجما بصفر. بيقول لك بقى هنا إيه، if الـ JD اللي هو الـ displacement current بتاعنا أو الـ displacement current density بعشرين كوساين function كده في اتجاه الـ AY مايكرو أمبير لكل متر مربع. مدي لك الجي دي ومدي لك شويه حاجات السيجما والميو ار والابسلون ار، وبيقول لك احسب لنا الدي واحسب لنا الاي. طيب احنا خدنا من شويه ان الجي دي اللي هو الديسبيسمنت كارنت دينستي بيساوي بارشال دي باي بارشال تي. هو مدي لك الجي دي وعايزك تحسب الدي. طيب يبقى من هنا لو انا كملت الطرفين بالنسبه للبارشال تي او كملت الطرفين بالنسبه للتايم هنحصل على الدي، يبقى الدي بتساوي انتجريشن، طبعا ده لينير انتجرال، جي دي بالنسبه للتايم، فبالتالي طالما ده لينير انتجرال يبقى هينتج عندنا هنا ثابت، الثابت ده اسمه سي. لو في عندنا دي سي فيلد قيمه السي ده هيبقى ليها قيمه، لكن احنا ما عندناش دي سي فيلد. هو ما ذكرليش في السؤال ان في دي سي فيلد او في مجال نتيجه ان في مصدر تيار دي سي، يبقى في الحاله دي الثابت بتاعنا هيبقى قيمته بكام؟ قيمته بصفر. يبقى من هنا الدي هنحصل عنها، هنحصل عليها من خلال ان انا هكامل الجي دي بالنسبه للتايم. الجي دي بتاعنا اللي هو ال 20 مايكرو، فبالتالي هيبقى 20 في 10 اس سالب 6، هو المفروض كوساين 1.5 في 10 اس 8 تي ناقص البي اكس بالشكل اللي قدامنا ده، بما ان هو كوساين طبعا وجوه فيه هنا تي وسالب بي اكس، انا هكامل بالنسبه للتايم فمش هيهمني غير الترم اللي هنا. يبقى لما اجي اكامل الكوساين هيطلع لك ساين، ولما تيجي تكامل طبعا هتقسم على اللي قدام الفانكشن اللي انت بتكامل بالنسبه لها اللي هو الواحد ونص في 10 اس 8، يبقى ناتج التكامل بتاعنا 20 في 10 اس سالب 6 عشان مايكرو امبير على المتر المربع، هنقسم على اللي قدام التايم اللي هو واحد ونص في 10 اس 8. طيب يبقى احنا كده حصلنا على ال دي. طبعا انا هظبط او ههندل شكل المعادله، طبعا الجي دي بتاعنا في البدايه هو في اتجاه الاي واي، هيطلع الدي معايا هو كمان في نفس الايه؟ في نفس الاتجاه، انا هنا ما بغيرش فيه الدايركشن بتاعتي. طيب برضه عشان تبقى عارف الهدف من اللي احنا بنعمله ده ايه؟ احنا بنستخدم قوانين ماكسويل، الجزء ده بيبقى عندنا اربع قوانين لماكسويل، بنبدا نلعب بالاربع قوانين بحيث ان احنا مثلا من القانون الاول هو مدي لك الجي دي، ممكن يطلب منك زي ما هنشوف هنا يطلب الدي والاي، ومنهم يطلب المجال المغناطيسي، او يجي لك يعني يدي لك مجال مغناطيسي ويقول لك احسب لنا منه المجال الكهربي. فزي ما هتشوف دلوقتي الجزئيه دي او السؤال ده بيعتمد على ان انت تكون عارف الاربع قوانين بتوع ماكسويل وتقدر تستخدمهم ازاي بحيث توصل للهدف اللي انت عايزه. فهنا احنا في الاول خالص بعد ما كان مدي لك الجي دي طلعنا منه وحسبنا الدي، طلع معايا الدي بالشكل ده، هو جه في المطلوب الثاني بيقول لك احسب لنا الاي كمان، فاحنا عارفين ان الدي لما اجي اقسمها على الابسلون هيطلع لي الاي، فكل المعادله اللي طالعه معايا دي اللي هي في اتجاه الاي واي هقسمها على الابسلون اللي هو 8.85 في 10 اس سالب 12. وخلي بالك ان الابسلون دي ابسلون نود في ابسلون ار، الابسلون ار هو مديها لك في السؤال هنا بكام؟ قال لك ان هي بخمسه، وبالتالي هنقسم على ابسلون نود في ابسلون ار، ادي الخمسه في الابسلون نود، فطلع معايا الناتج النهائي بتاعنا، وزي ما هو زي ما انت شايف كده في اتجاه الاي واي ده الناتج النهائي بتاع الاي. طيب جه بعد كده قال لك هنا في المطلوب رقم بي يوز ذا بوينت فورم اوف فاراديز لو اند ان انتجريشن ويز ريسبكت تو تايم تو فايند البي اند الاتش. يبقى هنا زي ما احنا شفنا ادالك الجي دي وقال لك احسب لنا الدي والاي، ودلوقتي بيقول لك احسب لنا البي والاتش. طيب احنا معانا القانون بتاع الاي او معانا الاي بمعنى صح، لما نيجي نحسب منها البي هل في قانون بيربط لك الاي بالبي؟ احنا خدنا القانون قبل كده ان الجريد كروس الاي لو انتوا فاكرين بيساوي سالب بارشال بي باي بارشال تي، صح كده يا شباب؟ لما نيجي نبص للقانون اهو اللي هو القانون بتاعنا الجريد كروس الاي بيساوي سالب بارشال بي باي بارشال تي، ده القانون اللي احنا خدناه بتاع ماكسويل.
طيب الجريت كروس الايه ده هنحسبه ازاي؟ طبعا هنعمل المحدد بتاعنا، هنعمل هنا الاول اي اكس، بعد كده الاي واي، بعد كده الاي زد، صح؟ اول حاجه هنكتبها اللي هو البار، اللي هو المثلث المقلوب ده، اللي هو البارشال باي بارشال اكس، تمام، و بارشال باي بارشال واي، واخر حاجه هنا بارشال واي بارشال زد. طيب بعد كده هنكتب مين؟ هنكتب المعادله بتاعه الاي بتاعتنا. الاي هنا لو انت خدت بالك ما كانش ليها غير مركبه في اتجاه الاي واي فقط، يبقى هنكتب كل الموجود قدام المتجه بتاع الاي واي هيتكتب هنا. يبقى معامل الاي بتاع الاكس اللي هنا ده هيبقى بصفر، معامل الاي بتاع الزد هيبقى بصفر، هيتبقى هنا المعادله اللي احنا لسه حاسبينها من شويه. وهنبدا نفك المحدد ده، طبعا هيبقى هنا موجب والراجل ده سالب واخينا ده هيبقى موجب، ونبدا نفك المحدد بتاعنا. في الاخر خالص هلاقي ان الناتج بتاعنا هيطلع بالشكل ده، هو عباره عن بارشال باي بارشال اكس لمركبه الاي اللي هي في اتجاه الواي، والناتج النهائي في اتجاه الايه زد. طبعا لما اجي اعمل الكلام ده هيطلع لك اللي هي المركبه بتاعه الاي هنفاضلها، هيطلع لك تفاضل المعادله اللي احنا لسه حلينا من شويه اللي هي المعادله دي، هفاضلها بالنسبه للاكس، فهيبقى ده الناتج بتاعها. هترجع تاني كوساين من اول وجديد، هي هنا كانت ساين، لما هاجي افاضلها بالنسبه للاكس في التفاضل الساين كوساين في مشتقه اللي قدام الاكس اللي هو السالب بي، فطلع معايا المعادله سالب بي في المعادله اللي انت شايفها قدامك، والناتج بتاعها في اتجاه الزد. طبعا ده في الاخر خالص بيساوي سالب بارشل بي باي بارشل تي. هو عايز يحسب البي، يبقى هنعمل ايه؟ احنا عشان نحسب البي هنكامل الراجل ده بالنسبه للتايم، يبقى هنكامل المعادله بتاعتنا دي بالنسبه للتايم. يبقى هناخد كل اللي احنا حسبناه ده اللي هو في اتجاه الاي زد وهنكامله بالنسبه للتايم. لما اجي اكامل بالنسبه للتايم طبعا ده كله رقم ثابت، تكامل الكوساين هيطلع معايا بساين، وهقسم على اللي قدام التي لان انا بكامل بالنسبه للتايم، يبقى هقسم على 1.5 في 10 اس 8، هيطلع معايا الناتج النهائي في اتجاه مين يا شباب؟ في اتجاه الاي زد. وطبعا الاشاره السالب دي لو اخدت بالك المفروض ان هي اللي طيرت السالب اللي هنا، فطلع الناتج معايا بالاتجاه او بالاشاره الموجب. طبعا دي البي، هو قال لك احسبها لنا، وبعد ما قال لك احسب لنا البي قال لك احسب لنا الاتش، فالاتش بتساوي ايه؟ بتساوي البي على الميو. طبعا دي ميو نود في الميو ار. الميو ار بتاعنا هو كان في السؤال قال لك ان الميو ار بكام؟ قال لك ان الميو ار ب4، والميو نود 4 باي في 10 اس سالب 7، فهنقسم كل المعادله اللي طلعت معانا دي على ال 4 باي في 10 اس سالب 7 في الميو ار اللي هي ب4. طبعا بعد ما احسب الكلام ده كله طلع معايا دي قيمه البي، طلعت البي في اتجاه مين؟ في اتجاه الاي زد. طيب اخر سؤال بقى قال لك استخدم لنا الجريت كروس الاتش اللي هو بيساوي الجي دي زائد الجي علشان نحسب قيمه الجي دي. يعني هنعمل ايه؟ المعادله اللي طلعت معانا من في الاخر خالص اللي هي قيمه الاتش دي، هحسب الكيرل بتاعها، تمام يا شباب، اللي هو هيساوي لي الجي دي زائد الجي اللي هو القانون الرابع بتاع ماكسويل. يبقى هناخد المعادله تاني اخر معادله وهنبدا نحسب الكيرل بتاعها. يبقى هناخد المعادله دي نعمل لها محدد زي الراجل ده، بارشل باي بارشل اكس، بارشل باي بارشل واي، بارشل باي بارشل زد. المعادله بتاعتنا اللي هي بتاعه الاتش في اتجاه الاي زد، يبقى الترم الاولاني ده بزيرو، الترم الثاني ده بزيرو، والترم الثالث بتاعنا ده هيكون هو المعادله الاخيره دي. يبقى نكتب كل الرقم ده اللي هو 4 في 10 اس سالب 6 بي ساين 1.5 في 10 اس 8 تي ناقص البي اكس، هيتكتب فين؟ هيتكتب في الجزئيه دي كده. ونحسب برده الكيرل عادي خالص. لما اجي احسب الجريد كروس الاتش هلاقي ان الجريد كروس الاتش بيساوي الترم ده. يبقى احنا هنفاضل المعادله بتاعه الاتش زد بتاعتنا دي، هفاضلها بالنسبه للاكس، والناتج هيكون في اتجاه الاي واي. طيب وطبعا في اشاره سالب هنا زي ما انتم شايفين. بعد ما احسب الكلام ده وافاضل المعادله بتاعتي باتجاه بالنسبه للاكس والناتج في اتجاه الاي واي، هلاقي ان الترم بتاعنا ده كله يا شباب بيساوي الجي دي المفروض زائد الجي. طيب الجي دي ده اللي هو الديسبيسمنت كارنت، والجي ده اللي هو المفروض الكوندكشن كارنت، تمام. طيب الكوندكشن كارنت بتاعنا ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي السيجما في الاي، لكن هو كان قال لي في السؤال ان السيجما بكام؟ ان السيجما بزيرو. بما ان السيجما بزيرو يبقى الترم بتاع الجي ده هيطلع معانا بكام يا شباب؟ هيطلع معانا بزيرو. يبقى الناتج النهائي اللي طلع معانا من المعادله بتاعت الجريت كروس الاتش بيساوي مين بس؟ بيساوي قيمه الجي دي. يبقى الجي دي اللي احنا حسبناه او القيمه اللي احنا حسبناها هنا ده هو مين؟
هو الجي دي. طيب خلي بالك ان الجي دي ده اللي هيطلع معانا هنا، ده هو ده المعادله اللي هو كان مديها لنا في الاول. هو في الاول كان مدي لك اصلا الجي دي، فبالتالي المعادله دي طلعت معايا هنا 20 كوساين مش عارف ايه ناقص البي اكس في اتجاه الاي واي. بالتالي لازم لما اجي احسب المعادله دي في اللي هي الجريت كروس الاتش اللي هو بيدي لك الجي دي، لازم هو كمان يطلع في اتجاه الاي واي ويطلع نفس المعادله بتاعتك اللي هي الكوساين 1.5 في 10 اس 8 تي ناقص البي اكس. طب الترم اللي موجود هنا ده، الترم اللي موجود هنا ده، ده في الاخر المفروض ان هو بيساوي مين؟ بيساوي قيمه الرقم اللي موجود قدام الداله المثلثيه اللي هو ب 20. طيب بس خلي بالك ان المعادله اللي طلعت معانا دي فيها رمز ايه؟ فيها رمز البي. فجه هو في المطلوب الاخير قال لك وات از ذا نيوميريكال فاليو اوف بي، احسب لنا بقى قيمه النيوميريكال فاليو القيمه الرقميه للرقم بي ده. فكل اللي احنا هنعمله ان احنا هنساوي المعادله دي بالمعادله الاخيره اللي حصلنا عليها من الخطوه دي، تمام، ونطلع قيمه مين يا شباب؟ ونطلع قيمه البي. فبالتالي هساوي الاربعه في 10 اس سالب 6 بي سكوير، هساويها بمين؟ بال 20 في 10 اس سالب 6. طبعا ال 20 هيطير مع ال 10 اس سالب 6 مع ال 10 اس سالب 6، هنيجي نفاضل الراجل هنيجي نختصر الكلام ده كله، فطلع معايا قيمه البي بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. تمام يا شباب؟ طيب طبعا هنا البي اليونت بتاعتها نجيبها منين؟ المفروض ان جوه داله مثلثيه احنا بنتكلم على زوايا، فبالتالي الراجل ده المفروض ان هو الاوميجا تي، تمام، دي زاويه. طيب والرقم ده المفروض ان الرقم ده الاكس بتاعتك دي مالها يا شباب؟ الاكس دي بالمتر، طب مضروبه في البي، فبالتالي البي عشان تكون مالهاش يونت هتكون متر اس سالب واحد، فمتر اس سالب واحد في المتر الاثنين دول هيطيروا بعض، يبقى الرقم ده برقم من غير ايه؟ من غير اي يونت، يعني زاويه بمعنى اصح. تمام يا شباب؟ عشان كده جت اليونت بتاعتك متر اس سالب واحد نتيجه ان البي مضروبه في حاجه اليونت بتاعتها بالمتر. نفس الفكره دي يا شباب في السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده نفس الكلام، مدي لك الميو بتساوي 3 في 10 اس سالب 5 هنري لكل متر، ومدي لك الابسلون، وبيقول لك هنا الاف بتاعتك طبعا الابسلون دي والميو دي اللي هي الميو كلها والابسلون كلها بما فيها الميو ار في الميو نود ودي ابسلون ار في الابسلون نود. بيقول لك هنا برضو السيجما بتساوي 0 افري وير، مدي لك الاتش بتساوي 2 كوساين 10 اس 10 تي ناقص البيتا اكس في اتجاه الاي زد، وبيقول لك هنا استخدم لنا ماكسويل ايكويشنز عشان نحسب البي والدي والاي ونحسب البيتا، نفس فكره السؤال اللي هناك. طيب علشان نحسب البي احنا معانا الاتش، البي بتساوي الميو في الاتش، يبقى كل اللي انا هعمله ان انا هاخد الاتش اللي هو مديها لي واضربها في الميو اللي هي 3 في 10 اس سالب 5. يبقى ضربنا 3 في 10 اس سالب 5، طبعا هو هنا مديها لك 6 لان في هنا 2 في الاول، ف 2 اتضربت في 3 بقت ب6. طبعا حسبنا من هنا قيمه البي بالتسلا. طيب علشان نحسب الجزء اللي بعد كده، احنا عارفين ان الجريت كروس الاتش زي ما حسبنا من شويه بيساوي الجي دي، تمام، زائد الجي، ولسه قايلين من شويه ان الجي اللي هي الجي اللي هنا دي اللي هي الكوندكشن كارنت بتساوي السيجما في الاي، وهو هنا قال لك ان السيجما بتساوي 0 افري وير، وبالتالي الترم ده طلع بيساوي صفر. يبقى كل اللي هيطلع معانا من الجريت كروس الاتش هو الجي دي اللي هو في الاخر خالص بيساوي البارشال دي باي بارشال تي. طيب هنحسب الجريت كروس الاتش عادي خالص زي ما اتفقنا، هناخد المعادله دي ندخلها جوه المحدد، فهيطلع معايا ده الناتج الوحيد من المحدد اللي هو ان انا هفاضي الاتش بالنسبه للاكس والناتج بتاعنا في اتجاه الاي واي. يبقى المركبه بتاعه الدي في الاخر هتطلع في اتجاه مين يا شباب؟ في اتجاه الاي واي. بعد ما فاضلنا الاتش بالنسبه للاكس، ده التفاضل ناتج التفاضل بتاعنا اهو، علشان نحسب الدي هنكامل الطرف ده بالنسبه للتايم ونكامل الطرف ده بالنسبه للتايم. طبعا ده بما انه لينير انتجرال فالمفروض هيطلع لنا رقم ثابت، وزي ما قلنا قبل كده نتيجه ان مفيش دي سي فيلد اعتبر ان السي ده او الثابت بتاع التكامل بزيرو. هنكمل المعادله دي عادي خالص بالنسبه للتايم، هيبقى ده ناتج التكامل بتاعنا برضو في اتجاه الاي واي زي ما قلنا. طيب بعد ما حسبنا الدي هنحسب الاي، فالاي الفرق ما بينها وبين الدي ان الاي بيساوي الدي على الابسلون، وطبعا هو مدي لك الابسلون كلها اللي هي فيها الابسلون نوت الابسلون ار. هنحسب الكلام ده عادي خالص، 1.2 من 10 في 10 اس سالب 10، تمام، وطبعا هنا الدي فيها 10 اس سالب 10، هنحسب المعادلة عادي خالص فطلع معايا ده قيمة الـ E.
الرقم اللي هو ظاهر معانا ده، وزي ما انت شايف البيتا طلعت معايا بره التكامل. طيب فهنا يا شباب الاي خلاص حسبنا الاي طلعت معايا بالرقم ده في اتجاه الاي واي، جه بعد كده قال لك احسب لنا البيتا. طيب عشان نحسب البيتا محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ المعادله بتاعت الاي دي محتاج ان انا ارجع اخر معادله حصلت عليها للشكل ده، يعني لازم احصل على المعادله اللي هو مديها لي دي بس بطريقه تانيه عشان اساوي المعاملات فيطلع لنا رقم البي رقم البيتا. طيب ايه المعادله اللي احنا هنحصل عليها؟ ان الجريد كروس الاي بتساوي سالب بارشال بي باي بارشال تي. تمام يا شباب؟ يبقى هنحصل على البي من هنا، هنحصل على هنجيب الكيرل بتاع الاي اللي هو هيدينا منه بعد كده طريقه عشان نحسب البيت البي اللي هو الماجنتيك فلكس دينستي، وممكن اساوي المعاملات ببعضها او من خلال البي ارجع احسب الاتش واساوي المعادله اللي انا هحصل عليها بالمعادله بتاعه الاتش دي واحسب قيمه البيت. فبالتالي هنيجي نحسب الجريد كروس الاي، طلع معايا الجريد كروس الاي دي المركبه بتاعته، طبعا لازم يطلع نفس الاتجاه بتاع المعادله اللي انا هحصل عليها نفس الاتجاه بتاع المعادله اللي هو مديها عشان اقدر اساوي المعاملات ببعضها، وطبعا لازم يكون الفانكشن نفس الفانكشن، كل اللي هيختلف بس الترم اللي قدام الداله المثلثيه بتاعتي. فطبعا هنحسب الجريد كروس الاي هيطلع معايا بالشكل ده. طبعا بعد ما جيت حسبته ده في الاخر خالص بيساوي سالب بارشال بي باي بارشال تي. هنكمل المعادله دي بالنسبه للتايم، وهنكمل المعادله دي بالنسبه للتايم. طبعا بعد ما هنيجي نكمل هلاقي ان البي بيساوي سالب انتجريشن الكلام اللي احنا شايفينه قدامنا ده اتجاه الاي زد، هنكمله هو بالنسبه للتايم. طلع ده الناتج النهائي بتاع البي. هساوي بقى المعادله دي بالمعادله اللي انا لسه حاصل عليها في الاول خالص اللي هي الستة في 10 اس سالب 5، لازم يطلع الترم ده اللي هي الكوساين 10 اس 10 تي ناقص البيتا اكس في اتجاه الاي زد، لازم يطلع نفس المعادله دي كوساين 10 اس 10 تي ناقص البيتا اكس في اتجاه الاي زد. فنروح بعد كده مسويين بقى المعامل ده بالمعامل اللي هو قدام البي بتاعتنا اللي هو الستة في 10 أس سالب 5. هنساوي المعاملين ببعض، طبعا رحنا حصلنا على قيمة البيتا، والبيتا هنا زي ما أنت شايف برضو اللي هي البيتا إكس، هي في غلطة هنا في اليونت، المفروض ده راد بنفس الشكل برضو راد على المتر أس سالب 1. لان احنا هنا دي زاويه المفروض جوه يا شباب، فالزاويه طبعا هتكون بالراد، نفس الفكره اللي هي جت هنا دي راد على المتر اللي هي الراد في متر اس سالب، سوري دي راد على المتر تمام اللي هي المتر او راد في متر اس سالب 1 اللي هي نفس المعادله نفس اليونت دي. طيب طبعا الهدف هنا زي ما انت شايف ان احنا من خلال المعادلات بتاعت ماكسويل هو بيدي لك معادله تبدا منها تحسب المجاهيل الثانيه اللي هي المجال الكهربي والمجال المغناطيسي باليونت بتاعته اللي هي البي والدي والاي زي المثال ده مثلا، وفي الاخر خالص هحصل على المعادله دي تاني او على اي معادله من المعادلات اللي انا حصلت عليها بس بطريقه تانيه واساوي المعاملات ببعضها فنحصل على قيمه الايه الثابت اللي هو بيكون حاطه في السؤال. يبقى الهدف الاولاني او النص الاولاني من السكشن زي ما احنا عارفين او من الشابتر كان بيتكلم على القوانين بتاعه فاراداي، والنص التاني بيتكلم على القوانين بتاعه ماكسويل وازاي ان احنا نستخدم القوانين علشان نحصل على المطالب بتاعتي. طيب اخر سؤال ده مرتبط بالجزء بتاع الباوندري كونديشنز، نفس اللي احنا كنا بناخده قبل كده في الجزء بتاع الاستاتيك. بيقول لك هنا في الريجون اللي هي رقم واحد اللي هي عند الزد اقل من الصفر، طبعا انا عندي هنا ده هيكون مستوى اللي هو مستوى الاكس واي. تمام يا شباب؟ الزد اقل من الصفر يبقى احنا واقعين تحت هنا. تمام؟ عندنا دي مادة رقم واحد اللي هي ليها إبسلون واحد وطبعا ليها ميو واحد، طبعا زي ما قلنا دي إبسلون واحد اللي هي إبسلون نوت في إبسلون آر واحد، ودي ميو واحد اللي هي ميو نوت في ميو آر واحد، مديها لك ومدي لك برضو السيجما واحد في الجزء اللي تحت ده. وبيقول لك هنا عند الزد أكبر من الصفر اللي هو في الجزء اللي احنا واقعين فوق اللي هو ده محور الزد بالنسبة لنا، يعني في عندنا المادة رقم اتنين. فبالتالي أنا عندي هنا دي الإي رقم واحد أهو، الاي واحد هنا هيكون في عندك هنا فوق الاي اتنين. تمام يا شباب؟ طبعا الاي واحد زي ما احنا عارفين هيتحلل هيبقى جزء اي ان
واحد، وجزء هنا اي تي واحد. هو بيقول لك هنا ايه بقى؟ مدي لك طبعا السيجما واحد بكذا باربعة في عشرة اس سالب تلاتة، والسيجما اتنين ربع السيجما واحد، ومدي لك ان الابسلون اتنين بتساوي نص الابسلون واحد، والميو اتنين بتساوي اتنين الميو واحد. ومدي لك هنا الاي واحد 30 اي اكس زائد 20 اي واي زائد 10 اي زد كوساين 10 اس 9 تي فولت على متر، في الجزء اللي هو عند البي صفر وصفر وسالب واحد وصفر وصفر من ناحية السالب، فده معناه ان احنا واقعين في الجزء اللي تحت. صفر من ناحية السالب يا شباب يعني تحت الارض، هنا صفر من ناحية الموجب يعني احنا واقعين في الزد اللي هي الموجبة اللي هو الزد اللي فوق، يعني فوق في الحتة الموجبة. هو هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك احسب لنا الاي ان واحد والاي تي واحد والدي ان واحد والدي تي واحد والبي واحد. طيب طبعا احنا عارفين ان الاي واحد لما تيجي تتحلل هيبقى جزء اي تي واحد وجزء اي ان واحد. طبعا الاي تي واحد اللي هي في اتجاه الاكس واي اللي هو الترم ده كله، اللي هو ال 20 اي واي زائد ال 10 اي زد، وطبعا ما ننساش نضربه في الجزء بتاع الايه الداله المثلثيه. يبقى الاي تي واحد هو 30، تمام كده يا شباب؟ 30 سوري 30 اللي هو في اتجاه الاكس واي اللي هو المركبه دي، 30 زائد ال 20 اي واي تمام في الداله دي، فاللي هو 30 اي اكس زائد ال 20 اي واي في 10 اس 9 تي. يبقى الاي ان هو الترم اللي ناقص اللي هو ال 10 في اتجاه الاي زد، برضه هيتضرب في الداله المثلثيه. يبقى ده الاي ان واحد وده الاي تي واحد. طيب هو عايزك تحسب الدي ان واحد، فبالتالي الدي ان واحد هو عباره عن الابسلون واحد في الاي ان واحد. يبقى احنا ناخد الاي ان واحد ونضربها في الابسلون واحد، فهو ده الاي ان، هو ده الدي ان واحد. طيب عايزك تحسب الدي تي واحد، فالدي تي واحد بيساوي الابسلون واحد في الاي تي واحد برضه بنفس الطريقه، تمام يا شباب؟ طيب البي واحد، البي واحد احنا عارفين ان هي بتساوي ايه يا شباب؟ طبعا بالنسبة للبي واحد احنا عارفين ان البي هي عبارة عن ابسلون نود في اكس في الاكس اللي هي الاكس واحد اللي هي السسبتابيلتي بتاعت المادة رقم واحد في الاي واحد، تمام يا شباب؟ طيب هي الاكس واحد دي بكام يا شباب؟ احنا عارفين ان هي عبارة عن الابسلون ار واحد ناقص الواحد. طيب احنا مدي لك هنا الابسلون واحد اللي هي عبارة عن في هنا الإبسلون نود في إبسلون آر واحد، دي كده على بعضها اللي هي الإبسلون واحد، يعني أنا ممكن أشيل الترم ده وأقول إن هو عبارة عن إبسلون واحد ناقص الإبسلون نود، مباشرة هيتضرب في قيمة الإي واحد، تمام؟ يبقى الإي واحد معانا أهي هنضربها في قيمة الإبسلون واحد اللي هي قيمة الراجل ده، هطرح منها الابسلون نود والناتج هيتضرب في مين؟ هيتضرب في قيمة الاي واحد. يبقى احنا كده حسبنا قيمة البي واحد. طيب الجي ان واحد والجي تي واحد والبي واحد نحسبهم ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان الجي اللي هو الكوندكشن كارنت بيساوي السيجما في الاي، فلما يجي يحسب الجي ان واحد يبقى احنا هنضرب في مركبة الاي واحد بس النورمال. طبعا السيجما واحد معانا فهنحسب عادي خالص الجي ان واحد. الجي تي واحد هنضرب في مركبة المجال اللي هي التانجنت رقم واحد، وطبعا البي هنحسبها بنفس الطريقة. هو هنا مش عايزك تحسب البي واحد اللي هو عايزك تحسب في المنطقة رقم واحد، تمام يا شباب؟ طيب المطلوب رقم سي بيقول لك احسب لنا الاي تي اتنين والدي تي اتنين والجي الجي تي اتنين. طيب احنا عارفين ان التانجنت الكتريك فيلد ثابت، وبالتالي الاي تي واحد هو الاي تي اتنين، هنساوي الاتنين ببعض. طيب الدي تي 2 بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي الابسلون 2 في الاي تي 2، وبالتالي الاي تي 2 هنحصل عليها من الاي تي 1 زي ما خدناها في الجزء الاولاني، ونضربها في الابسلون 2 رحنا حسبنا الدي تي 2. طب الجي تي 2، الجي تي 2 هو عباره عن السيجما 2 في الاي تي 2. طبعا كل المعادلات دي هي نفس المعادلات اللي كنا بنستخدمها في الجزء بتاع الباوندري كونديشن في الاستاتيك، كل اللي جد علينا بس ان احنا نحسب الجزء بتاع الجي تي اللي هو الكوندكشن كارنت. احنا عارفين ان الكوندكشن كارنت بيساوي السيجما في الاي، فلو عايزك تحسب الجي تي يبقى تضرب في الاي تي، تمام يا شباب؟ عايزك تحسب الجي ان يبقى تضرب في الاي ان. طيب
بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الشابتر ده. زي ما انتم شايفين الشابتر هو الفكرة بتاعته كلها عبارة عن ان انت في النص الاولاني بتحسب استخدام القانون بتاع فاراداي، ولو المجال بتاعك يونيفورم فممكن تضرب عشان تحسب الفاي، هتقول ان الفاي بيساوي البي في الار. لو انت عايز تحسب نتيجة ان المجال نون يونيفورم يبقى لازم تقول ان الفاي بيساوي دبل انتجرال للبي دوت الدي ار. طيب ده كان الجزء الاولاني من الشابتر. الجزء الثاني بيتكلم على قوانين ماكسويل، وان هو يدي لك معادله من معادلات ماكسويل، معادله من معادلات المجال سواء الاتش او البي او الدي او الاي، ومنها تحسب الثلاثه الثانيين. وده طبعا السؤال ده بيتكلم على الباوندري كونديشن، فده مش حاجه جديده بالنسبه لك. بكده نكون وصلنا لنهايه المنهج يا شباب، وكل ترم وانتم طيبين. ولو في اي استفسارات اكتبوا لي تعليق على الفيديو ده او اي فيديو من الفيديوهات اللي فاتت، وربنا معاكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.